مشاهدينا في كل مكان مساء الخير واهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقه جديده من حلقات الاهلي الليله. وفي هذه الايام في هذه المرحله في ترتيبات بتجري على قدم وساق داخل النادي الاهلي استعدادا للموسم الجديد على مستوى فرق كرة القدم وفي مقدمتها الفريق الأول لكرة القدم، وأيضا التعامل مع السيناريو الحالي اللي لسه لم تتضح معالمه بكيفية إنهاء هذه النسخة أو النسخة الحالية للدوري الممتاز المصري لكرة القدم، خاصة وإحنا مقبلين بعد أيام قليلة جدا وبدءا إن شاء الله من مساء يوم الجمعة القادم بافتتاح حفل افتتاح ومباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي في نهائيات كأس الأمم الأفريقية مصر 2019. وكيف سيستكمل الدوري المصري ده اللي لسه لم تتضح معالمه حتى يومنا هذا، واللي لسه عامل طبعا شيء من عدم الإدراك في للأمور بالنسبة لإدارات الأندية المصرية كيف ستتعامل مع هذا الأمر. وكنا شفنا وقمنا مع حضراتكم باستعراض في حلقات سابقة وفي حوارات سابقة في الأهلي الليلة مشكلات موجودة لدى غالبية الأندية المصرية، سواء اللي بتتصارع على قمة الدوري وصولا إلى نادي الأهلي طبعا في مقدمة هذه الأندية والأقرب إلى حسم البطولة هذا العام وفقا لترتيبه في جدول الدوري حاليا والنقاط اللي هو بيتفوق فيها على أقرب المنافسين، وأيضا في القاع والفرق اللي بتصل إلى نهاية الدوري مهددة بالهبوط إلى القسم الثاني أو الدوري الممتاز به. الكل كان بيقول إن السيناريوهات دي بتؤثر على فرص الاستفادة باللاعبين، الفترات الزمنية المحددة لانتهاء الإعارات واللاعبين الموجودين لدى بعض الأندية وهيعودوا لأنديتهم الأصلية مع نهاية هذا الموسم وتحديدا بدءا من الشهر الحالي ومع بداية شهر 6، وده كان عامل لخبطة في حسابات عدد من الأندية. وأيضا فكرة الاستعداد للموسم الجديد على الصعيد الأفريقي وحسم البطولات، بطولة الدوري المصري، بطولة كاس مصر كمان عشان تحسم الأمور الخاصة بممثلي الكرة المصرية في البطولات القادمة، دوري الأبطال الأفريقي والكونفدرالية، وأيضا مواعيد القيد وفقا للجدول الزمني اللي تم إعلانه عن طريق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أو الكاف. بالرغم من هذه الأمور التي لم تتضح بعد والمشكلات طبعا اللي بتحيط بالدوري المصري ونسخته الحالية اللي كانت مضطربة إلى أبعد مدى وكانت من أصعب المواسم اللي مرت علينا بإجماع الآراء سواء نقاد أو محللين أو لاعبين سابقين أو الأجهزة الفنية وإدارات الأندية الحالية في الدوري الممتاز وعدد من المحللين، الكل شايف أنه كان من أكثر المواسم اللي الأمور فيها مضطربة وغير منتظمة. إن شاء الله يتم تدارك هذا الأمر بدءا من الموسم القادم وتبقى الأمور بيتم التعامل معها وترتيبها بشكل علمي وأكاديمي أكثر وبشكل أكثر دقة وتراعى في كافة الارتباطات الممكنة للأندية المصرية محليا على المستوى المحلي أو المستوى الأفريقي والدولي أيضا. بالرغم من كل هذه المشكلات أو الصعاب إلا أن النادي الأهلي بيضع خطة عمل لجنة التطوير والتخطيط بقيادة الدكتور طه إسماعيل وعضوية كل من الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو، بتضع طبعا ملامح الفترة المقبلة بالترتيب مع الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي وبشكل خاص الكابتن الخطيب اللي بيمثل مجلس الإدارة في كل أمور كرة القدم واللي كان بيتولى الإشراف طوال الفترة السابقة وحتى وقت الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة كان الكابتن الخطيب بيتولى الإشراف شخصيا على أمور كرة القدم داخل النادي الأهلي، وهو قريب جدا من عمل اللجنة ومن المباحثات اللي بتجري بين الدكتور طه إسماعيل وكل قطاعات كرة القدم في النادي الأهلي ومدير الكرة في الفريق الأول الكابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني الحالي بقيادة لاسارتي. ترتيبات المعسكر الخارجي، المعسكر في أسبانيا هتبدأ الترتيبات له بدءا من الغد إن شاء الله الثلاثاء بسفر الكابتن سيد عبد الحفيظ وأمير توفيق مدير التسويق في النادي الأهلي لوضع كافة ملامح الفترة المقبلة والاستعدادات والأمور الفنية واللوجستية وفندق الإقامة ومعسكرات التدريب وأماكن تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا للموسم المقبل وأفضل شكل يتوافق مع الجدول الزمني الخاص ببطولة كأس الأمم الأفريقية واستكمال المسابقات المحلية لهذا الموسم وأيضا قبل انطلاق النسخة الجديدة من البطولات الأفريقية. وأيضا الترتيبات مع قطاع الناشئين والمباحثات اللي بتجري بين الدكتور طه إسماعيل واللجنة كابتن زكريا والكابتن خالد بيبو مع الكابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي للرد على الاستفسارات اللي وجهتها اللجنة وتساؤلاتها عن كل ما يحتاج إليه القطاع في الموسم المقبل لتوفير كافة هذه الاحتياجات سواء فنيا أو تمويليا أو كل الأمور الخاصة بالترتيب والتنظيم الخاص بشؤون كرة القدم على مستوى قطاع الناشئين بحثا عن أفضل نتائج في الفترة القادمة إن شاء الله.
وهنتكلم كمان عن النشاط طبعا المستمر في كافة الاتجاهات في النادي الأهلي. ومن الأمور اللي هنناقشها النهاردة في حلقتنا كمان التكريم الخاص برموز الكرة المصرية وفي مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب بعد اختياره كسفير للنسخة الحالية نهائيات أو بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة إن شاء الله على أرض مصر بدءا من الجمعة القادمة، مع رموز أفريقية كثيرة أو مجموعة أخرى إضافة إلى الكابتن الخطيب بتمثل أسماء وعلامات مضيئة في تاريخ الكرة الأفريقية ويعتبر بحق من أساطير الكرة في القارة السمراء زي إيتو، دروجبا، يايا توري وعدد من النجوم الكبار والنيجيري أيضا نوانكو كانو، وكيفية الاستفادة من هذه الأسماء ونجوميتها في قضايا مجتمعية دولية وليست محلية أو أفريقية أو إقليمية فقط، قضايا الإغاثة واللاجئين وقضايا التنمية اللي بتقوم عليها بعض الهيئات التابعة للأمم المتحدة في على مستوى الأطفال والكبار وعلى المستوى التعليمي والثقافي والاقتصادي وفي كافة الاتجاهات، وبيتم فيها دايما الاعتماد على النجوم الكبار زي الكابتن الخطيب والأسماء اللي عرضناها على حضراتكم على سبيل المثال للحصر، لأن لها شعبية كبيرة في العالم كله وبتسهل مهمة التواصل مع المجتمعات والشعوب المختلفة في هذه القضايا التنموية والمجتمعية. بالتأكيد بيسعد طبعا جماهير النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية بشكل عام هذا التكريم الكبير للكابتن محمود الخطيب، وهو بالتأكيد يستحقه وأكثر. كمان الدور المجتمعي للنادي الأهلي لا يتوقف ولا ينتهي، ودائما أبدا في سعي في أروقة وفي كواليس النادي الأهلي للقيام بدور مجتمعي مهم في كافة المجالات، قضايا رعاية الأيتام وتوفير الأنشطة المختلفة الرياضية والفنية والاجتماعية للأيتام قضية بيهتم بها جدا النادي الأهلي. في هذا الإطار غدا الأهلي بيستضيف التصفيات المؤهلة لكأس العالم النسخة القادمة إن شاء الله في شهر أكتوبر القادم والمقامة في المغرب لبطولة أو للنسخة المؤهلة لكأس العالم للأيتام ساتوك. هذه البطولة تم الاتفاق عليها وتم التعاقد مع النادي الأهلي في صالة عبد الله الفيصل لاستضافة هذه الفعالية غدا إن شاء الله، وحتنتهي بحفل ختام لهذه الفعاليات بمشاركة 200 من الأطفال من أبناء الجالية السورية من الأيتام ومن أبناء الجالية السورية في مصر بشكل عام المشاركين في هذا الحدث المصري العربي المهم، وطبعا برعاية شيخة آل ثاني اللي وجهت الشكر للنادي الأهلي في حوار سابق يوم السبت الماضي على شاشة قناة الأهلي، وقالت إنه استضافة النادي الأهلي ودخول النادي الأهلي في طرفا في هذا العمل المجتمعي المهم بيعطي ثقل كبير لهذه الاحتفالية الرياضية ولهذا النشاط المجتمعي والتطوعي الكبير، وأنه دائما أبدا النادي الأهلي وجوده واسمه وتاريخه وشعبيته بيضيف الكثير لأي فعالية حال مشاركة النادي الأهلي فيها. تمت الترتيبات داخل النادي الأهلي، كل الأمور التنفيذية بيشرف عليها العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي مع كافة الأجهزة المعنية وبشكل خاص إدارة اللجان في النادي الأهلي اللي قامت بدور كبير لترتيب هذا الحدث وليخرج بالشكل الأمثل. هنتكلم شوية عن كأس الأمم الأفريقية اللي هتبدأ يوم الجمعة إن شاء الله، مشاركات كبيرة لعدد من اللاعبين الأفارقة مع المنتخبات اللي هتتنافس إن شاء الله على لقب البطولة، إن شاء الله يكون الفوز من نصيب منتخبنا الوطني منتخب مصر ويكون هو الأفضل على الإطلاق ويستطيع أن يصل للمباراة الختامية أو مباراة نهائي هذه البطولة ويحصد اللقب ويسعد جماهير مصر، خاصة وإن عنده ميزة الأرض والجمهور واستضافتنا لهذا الحدث الكبير، رغم قناعتنا جميعا بصعوبة وقوة المنافسة. أول مرة بتقام البطولة بهذا العدد، أكبر عدد في تاريخ البطولة أو النهائيات الأفريقية، 24 منتخب مشارك في هذه النسخة من البطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، فضلا عن الخبرات الكبيرة الموجودة في المنتخبات أو بين صفوف المنتخبات المشاركة بهذا العدد الكبير من النجوم المحترفين في أفضل وأقوى الدوريات العالمية وعلى وجه خاص الدوريات الأوروبية. ده بيتضح من خلال مشاركة فقط من الدوري الأسباني 20 لاعب أفريقي مشارك مع المنتخبات في هذه البطولة، نصيب الأسد للمنتخب المغربي اللي بيشارك ضمن صفوفه 4 نجوم من نجوم الدوري الأسباني وتتوالى الأسماء كالتالي: من الجزائر لاعب واحد من نجوم المنتخب الجزائري، ومن الكاميرون 2 من لاعبي منتخب الكاميرون أيضا من نجوم الدوري الأسباني، ومن غانا 3 لاعبين، ومن غينيا لاعب واحد، ومن كينيا أيضا لاعب واحد، من موريتانيا 2 من اللاعبين من نجوم المنتخب الموريتاني والدوري الأسباني، ومن المغرب زي ما قلنا لحضراتكم 4 من نجوم المنتخب المغربي هم من اللاعبين أيضا المتميزين والمؤثرين في الدوري الأسباني، فضلا عن نيجيريا 3 أسماء بتشارك في هذه البطولة، والسنغال 2 من اللاعبين، وأخيرا تنزانيا لاعب واحد من المنتخب التنزاني ومن نجوم المنتخب الأسباني. هرجع مع حضراتكم للخبر السابق، معانا على الهاتف الأستاذ عبد الرحمن ناجي
المنسق الإعلامي للجنة العليا للجان في النادي الأهلي. أستاذ عبد الرحمن أهلا بيك وسعداء بمشاركتك معنا. أهلا بيك أستاذ محمد طبعا، وأنا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك. عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن الحدث اللي هيقام غدا ان شاء الله على صالة الامير عبدالله الفيصل، واللي بيستضيفه وينظمه النادي الاهلي، وهذا الهدف من هذه الاحتفالية. هو طبعا الهدف ده في الدور المجتمعي اللي بيقدمه النادي الاهلي. انت عارف طبعا المسؤولية المجتمعية الكبيرة اللي على النادي الاهلي. يمكن سبق الايفنت ده ايفنتات كتير جدا قبل كده، منها مثلا تعاون تم مع اليونيسيف، وكان برضه للاطفال في حملة ضد التنمر. كان في حاجات قبل كده مع مستشفى بهية لمقاومة سرطان الثدي. كان في حاجات كتير جدا. يمكن الايفنت ده مختلف شويه لان هو بيستهدف الاطفال الايتام. طبعا اكتر شيء يجذب الاطفال الايتام هي كره القدم، خصوصا ان كره القدم كمان من الرياضات اللي معظم النجوم فيها ناس من الاصل البسيط، ناس بسطاء. يعني كل اللعيبه العالميين الكبار اللي وصلوا للعالميه اغلبهم بسيطه. فطبعا لما يبقى في مؤسسه زي ساتوك تدعم الاطفال الايتام وبتعمل لهم دوري للايتام وكاس عالم للايتام، فده شيء جميل جدا. وفي منهم كمان اطفال كتير لعبت فعلا بالفعل في انديه كتير. يعني في منهم اطفال احنا تابعنا منهم اطفال كتير لعبت في انديه في الدوري المصري، وفي ناس لعبت في اوروبا كمان منهم من خلال كاس العالم للايتام. استاذ عبد الرحمن، احنا بنتكلم عن 200 طفل سوري مشارك في هذا الحدث. 100 طفل مصري و100 طفل سوري. 100 طفل مصري و100 طفل سوري، باجمالي 200 طفل مشاركين في هذه التصفيات. مظبوط. طيب، يعني ده كمان اعتقد انه جه في توقيت مهم جدا للرد على اي امور خارجه عن اللي احنا متفقين عليه كمصريين، ان احنا اشقائنا السوريين في الازمات اللي بتمر ببلدهم في الفتره اللي فاتت هم في وطنهم في بلدهم الثاني مصر، وانهم مرحب بيهم بلا حدود هنا في مصر. واعتقد ان النادي الاهلي له دور كبير باستضافه هذه الاحتفاليه في التاكيد على هذا المعنى اللي كلنا متفقين عليه. يمكن حضرتك فتحت شيء مهم جدا وموضوع مهم جدا، لان الاطفال السوريين المشاركين في الايفنت بتاع بكره مش بس ايتام، ده هم كمان من اللاجئين السوريين، اخواتنا طبعا في الوطن اللي مرحب بيهم داخل النادي الاهلي في اي وقت. يمكن مؤسسه صادق لما جت اتكلمت مع النادي الاهلي قالت ان احنا عاملين دوري كاس العالم للايتام المره دي مش بس للايتام، لا ده كمان اللاجئين من السوريين. يعني هم عملوا زي اكسبشن كده للسوريين اللاجئين عشان الظروف اللي هم بيمروا بيها، يبقى أكيد اي نوع من انواع السعاده للاطفال السوريين. وطبعا النادي الاهلي يرحب بحاجه زي كده طبعا في اي وقت. ساتوك من المؤسسات اللي مرحب بيها في النادي الاهلي، لان الهدف بتاعها هدف رائع جدا، هدف يشرف اي حد ان هو يتعامل معاهم طبعا. فلما اتعرض الموضوع على النادي الاهلي كان في تعاون من اول يوم هم طرحوا فيه فكره. ساتوك قدمت اطفال ايتام لدوريات اوروبيه كتير وللدوري المحلي، فطبعا هتقدم كمان اطفال المره دي سوريين من اللاجئين. واحنا هنا يا استاذ عبد الرحمن كلامك مهم جدا، وبنضيف له او بناكد للساده المشاهدين ان ساتوك مؤسسه عمل خيري وتطوعي ولا تهدف على الاطلاق للربح. مظبوط، هم مؤسسه لا تهدف للربح. ويمكن شيخ قال ثاني من الشخصيات اللي بتسعى دايما لان هي تبقى مؤثره في المجتمع من خلال نشاط رياضي، وهي اختارت نشاط الرياضي لان دي اكتر حاجه تقدر تجذب منها الناس كنسبه مشاهده عشان تساعد الاطفال دي، وكمان كجذب الاطفال دول كمان في نفس الوقت. طيب استاذ عبد الرحمن، واضح من كلامك ومما اتفقتم عليه داخل اداره اللجان في النادي الاهلي وبالتنسيق مع العميد مرجان المدير التنفيذي، ان في رؤيه واستراتيجيه عمل وضعها مجلس الاداره بكامل نجومه واعضائه بقياده الكابتن محمود الخطيب، انه النادي الاهلي دائما ابدا حابب يكون له دور مجتمعي ولا يعني يتردد اطلاقا في اي قضيه مجتمعيه ممكن يخدم فيها المجتمع المصري، او اي قضايا مجتمعيه مصر بتحرص على المشاركه فيها. استاذ محمد، يمكن المسؤوليه المجتمعيه اللي على النادي الاهلي وعلى ان النادي الاهلي اداها للجنه العليا او حمل اللجنه العليا مسؤوليتها، يمكن الحاج الاستاذ محمد يوسف رئيس اللجنه العليا للجان من اول يوم قال لنا ان كل لجنه من اللجان لازم يكون ليها دور مجتمعي، مش بس لجنه الشباب. البنت ده لجنه الشباب، لكن قبل كده كان لجنه المراه ليها مسؤوليه مجتمعيه، قبل كده كان لجنه الطفل ليها مسؤوليه مجتمعيه. يعني لو حضرتك بصيت للايفنتات اللي عملها النادي الاهلي الفتره اللي فاتت كلها، هتلاقي على مدار كل مثلا شهرين في ايفنت خيري ومجتمعي. لو حضرتك بصيت الايفنت اللي حضره السيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي من حوالي 3 شهور، كان ماراثون بالرجاءات خاص بشراكه بين النادي الاهلي ومؤسسه اليونيسيف الخيريه ايضا، كان الهدف منه هو حتى ضد التنمر ضد الاطفال، كان هدف خيري. مثلا قبل رمضان على طول مفيش باسابيع كان في
مستشفى بهية كان هدف خيري. فعلى طول اللجنة، وده كان من خلال لجنة المرأة، يعني كان أكثر من لجنة شاركت، لجنة الطفل شاركت، لجنة المرأة شاركت، شاركت. فالأستاذ محمد يوسف بيؤكد إن اللجنة العليا وكل اللجان لازم يبقى ليها دور مجتمعي، وده تعليمات طبعا من مجلس إدارة النادي الأهلي بشكل مستمر. هم عايزين إن أعضاء النادي الأهلي يكون ليهم دور مؤثر في المجتمع من خلال المسؤولية المجتمعية اللي بيطرحوها لي. عظيم، كلام جميل جدا ويليق ويتفق مع المتعارف عليه دائما ابدا عن قيمه وعن حجم اعطاء النادي الاهلي حتى خارج او بعيدا عن عالم الرياضه وكره القدم، ولكن في النشاط في مصر ونشاط المجتمع المصري بشكل عام. اخيرا استاذ عبد الرحمن ناجي، اتفضل اتفضل. اسم النادي الاهلي او لوجو النادي الاهلي لما بتحط في اي حاجه بيضيف ليها كتير، فاحنا بنحاول نستغل الاسم الكبير والتاريخ الكبير للنادي الاهلي في ان احنا نضيف للمؤسسات الخيريه دي، وده برضه دور مجتمع كبير. لما نضيف اسم النادي الاهلي وحجم النادي الاهلي وقيمته وجماهيريته لمؤسسات زي المؤسسات اللي احنا قلنا اسمائها دي كلها، في ستاتوك حتى 57 قبل كده، لمؤسسات كتير جدا على مدار تاريخ النادي الاهلي كان في تعاون خيري بينها وبين النادي الاهلي. اسم النادي الاهلي وقيمته لما تضاف لمؤسسه زي دي او المؤسسات اللي احنا قلنا امثله ليهم، يعني ده شيء مشرف للمؤسسه وللنادي الاهلي وقيمه خيريه بيشجع اعضاء النادي الاهلي حتى فيما بعد بره النادي الاهلي ان هم يبقوا ليهم دور مجتمعي من خلال ان هم يعرفوا كمان مؤسسات خيريه كتير، يبقوا شاركوا قبل كده في ايفنتات خيريه كتير من خلال النادي. اكيد، يعني كلامك بيتفق يا استاذ عبد الرحمن تماما مع تصريحات شيخ ال ثاني في حوار سابق تحديدا يوم او مساء السبت الماضي على شاشه قناه الاهلي، اللي قالت فيه نفس المعنى، قالت انها بتشكر او وجهت كل الشكر للنادي الاهلي وتقديرها لهذه الشراكه وهذا التنسيق والتعاون بين مؤسسه ساتوك وبين النادي الاهلي بقيمته وتاريخه وحجم شعبيته واسمه طبعا وتاريخه الكبير جدا، وقالت ان هذا الامر او شراكه النادي الاهلي ووجودها في هذا الحدث ومشاركتها في تنظيم واستضافه هذه الاحتفاليه بيمنح ثقه كبيره لهذا الحدث وثقل كبير وقيمه كبيره لهذا الحدث. عايز اختتم حواري معاك يا استاذ عبد الرحمن ببعض التفاصيل اللي حابب تقولها للساده المشاهدين عن برنامج الحفل بكره او هذه التصفيات من البدايه للنهايه ان شاء الله. يمكن احنا بكره هيكون في نجوم كتير جدا عالميين زي نونو غوميز، كابتن عزيز بودربالا، هنيش، تييجو روبيرو، ناس كتير جدا هتبقى موجوده جدا، وطبعا مش عايز انسى المصريين، مرحب بكتير من النجوم بكره داخل النادي الاهلي. لكن الحدث هيبقى فيه مباراه خيريه، ودي من المفاجات بتاعت بكره، مباراه خيريه بين نجوم العالم وبين النجوم المصريين. هتبقى مدتها حوالي تقريبا ثلث ساعه، 10 دقائق و10 دقائق كل شوط. هيشارك فيها هيتفرج عليها الاطفال الموجودين بكره، وكمان هيكون ومين من النجوم المصريين مشارك في المباراه دي؟ يعني ذكرت لنا بعض اسماء نجوم العالم المشاركين، نجوم من اوروبا ومن العالم العربي هيشاركوا في الفريق اللي هيمثل نجوم العالم، مين من نجوم مصر هيشارك في الحدث؟ كتير جدا، من امثله الكابتن خالد بيبو، كابتن زكريا ناصف، كابتن حسن شحاته، كابتن طارق يحيى، ناس كتير جدا ومن مختلف الانديه على فكره. عظيم، فهيبقى في احتفاليه جميله جدا وكبيره جدا، وبعد كده هنتفرج على دوري ساتوك المؤهل كاس العالم للايتام اللي هيبقى بين الاطفال كلهم، حتى مش هيبقى في تفرقه بين الاطفال المصريين والاطفال السوريين. احنا في النهايه بنسعى لدمج المجتمع بالاطفال دول او دمج الاطفال دول في المجتمع، وهي دي رساله من رسائل ساتوك ان النادي الاهلي بيساعد فيها الحقيقه. والحفل هيبدا تماما، عشان كل اللي بيسمع تصريحاتك دلوقتي يا استاذ عبد الرحمن وحابب يتابع الحدث ان شاء الله بكره من بدايته او يكون متواجد للحضور في او داخل صاله الامير عبد الله الفيصل في النادي الاهلي في الجزيره، من الساعه كام؟ وطبعا من اعضاء الجمعيه العموميه ومن ضيوف النادي الاهلي كل من يرغب في المشاركه وفي التواجد في هذه الاحتفاليه لها معنى وقيمه كبيره جدا وتليق طبعا بالنادي الاهلي، وبنشكر عليها كمان الجهد المبذول عن طريق مؤسسه ساتوك وهذا العمل الخيري، طبعا كل الشكر للقائمين عليه ولحجم البذل والعطاء والإنفاق كمان في هذه الأنشطة الخيرية والتطوعية. هتبدأ ترتيبات الحفل أو تفاصيله من الساعة كام الافتتاح وصولا لنهاية برنامج الحفل غدا إن شاء الله، ينتهي إمتى؟ الحفل هيبدأ إن شاء الله في الساعة 3 ظهرا إن شاء الله، عصرا آسف، هيكون المباراة الخيرية الساعة 3، وبعد كده هنقعد فترة في التصفيات بتاعت الأولاد دي عشان كمان النجوم هيتفرجوا عليهم وهيشجعوهم، كل النجوم اللي هيكونوا موجودين في اليوم ده. وبعد كده هيكون في مؤتمر صحفي الساعة 7 إن شاء الله. المؤتمر الصحفي ده هيشارك فيه جزء من أعضاء مجلس الإدارة والنجوم اللي موجودين معانا.
شاء الله تكونوا موفقين ويخرج الحفل بالشكل اللائق يحقق الهدف منه طبعا والقيمة والمعنى الكبير من هذا المجهود المبذول غدا إن شاء الله داخل النادي الأهلي، وتتكرر هذه المناسبات ويتكرر فيها طبعا عطاء ودور النادي الأهلي وقيمته ووعيه بأهمية مشاركته في هذه الأحداث المهمة والقيمة الإنسانية كمان الموجودة فيها. بشكرك شكرا جزيلا على المشاركة معنا أستاذ عبد الرحمن ناجي المنسق الإعلامي لإدارة شؤون اللجان في النادي الأهلي، شكرا جزيلا لك. وطبعا زي ما قال أستاذ عبد الرحمن ناجي تفاصيل كثيرة جدا مهمة وحضور دولي وعربي، نجوم كبار زي طبعا مع حفظ الألقاب للجميع عزيز بودربالا نونو جوميز وعدد من الأسماء الأخرى، بالإضافة إلى أسماء كبيرة كمان في عالم الرياضة وكرة القدم المصرية زي الكابتن حسن شحاتة والكابتن زكريا ناصف وأسماء نجوم كبار والكابتن بيبو وغيرهم من النجوم المشاركين إن شاء الله في حفل الغد. بإذن الله تخرج الاحتفالية بالشكل الأمثل وتحقق أهدافها على كافة المستويات، وده المتعارف عليه وما يليق دائما أبدا بالنادي الأهلي ودوره المجتمعي على المستوى المصري والعربي والدولي. كمان احنا بنكرر مرة ثانية ردا على اي جدل اثير من البعض من غير الواعين او المدركين لطبيعة الامور، ان لما يبقى في ازمة بتحيط او بتضرب اي دولة عربية شقيقة، مصر من الدول اللي دائما ابدا بتمثل البلد او ان هم في وطنهم الثاني في بيتهم، المصريين دائما ابدا معروف عنهم ترحبهم باشقائنا اللي بيمروا بازمات، وان احنا دائما بنفكر ان ازاي يكون لهم فرص حقيقية يشعروا بالامان في هذا المجتمع المصري، يجدوا فرص لكسب الرزق، نساعدهم وازاي نقف جنبهم، لان هذه القيم معروفه عن المصريين، وان ده حجم بنقول انه مسؤوليه على مصر دايما على المستوى الرسمي والشعبي مرحب بيها على مدار التاريخ المصري تجاه اي دوله عربيه واي شعب عربي شقيق بيمر باي ازمه، وفي مقدمتهم في هذه المرحله اشقائنا السوريين، ان شاء الله يتعافى هذا البلد الشقيق سوريا ويمر من ازماته لما فيه صالح وخير الشعب السوري الشقيق ان شاء الله، وتستقر الامور في سوريا اللي بنحبها طبعا ونقدرها جميعا. هننتقل لخبر آخر، خبر عن النجم البرازيلي كوتينيو، تجربته بإجماع الآراء لم تكن على المستوى المطلوب، لم يحظى بقبول الجماهير أو برضا الجماهير وقناعتهم بإسهاماته بعد ما كان متألق في فترة سابقة مع نجمنا محمد صلاح في ليفربول وكان من الكي بلايرز أو مفاتيح اللعب في ليفربول الإنجليزي، لكن تجربته لم تكلل بالنجاح، ما خدش حجم النجاح أو الأضواء أو الاحتفاء به إعلاميا أو جماهيريا، ولم تكن إسهاماته مؤثرة بالقدر اللي يليق بموهبته أو كما كان مؤثر كصانع العاب مهم جدا في ليفربول، لم يتكرر الامر ولم ينسجم مع بوتقه اللاعبين او مجموعه النجوم الموجوده في صفوف برشلونه، ما وصلش لنفس كيرف الاداء او معدل الاداء، بيبحث له عن تجربه اخرى لانه بالتاكيد الاسهم اداؤه نزلت او قلت كتير جدا في برشلونه في الفتره اللي فاتت. في ترقب من جماهير نادي برشلونة بيتابعوا طبعا بعضهم بيتابع في النهاية كوتينيو أولا وأخيرا وفق أو لم يوفق، هو نجم كبير وصاحب إمكانات بيبقى دايما أخبار انتقاله أو استمراره مصحوبة باهتمام أو متابعة جماهيرية وصحفية وإعلامية. ما هو مصير كوتينيو في الفترة الجاية؟ هيروح فين؟ إيه تجربته القادمة؟ وهل ستكون محطة أكثر نجاحا مما كان عليه الأمر في برشلونة أم يستمر الأمر كما هو؟ دي من اللوغاريتمات اللي بتحصل مع نجوم كبار في العالم، في حالات بنقول فيها ان العجله بتدور كويس، اللاعب بيكون ماشي كويس جدا مع فريقه، بيكون هو اضافه لفريقه، بيكون فريقه مستفيد منه وبيمنحه بعض النجوميه، يعني النجاح بيبقى مشترك من اللاعب الى فريقه والعكس، وده كان موجود مثلا بين نيمار وبرشلونه. احيانا التجربه نفس اللاعب بقيمه ماليه ضخمه جدا، يعني اكبر صفقه على الاطلاق في تاريخ الكوره انتقال نيمار الى باريس سان جيرمان، لم تكن موفقه، اللاعب نفسه فقد الكثير من حجم بريقه ومتابعته على المستوى العالمي والدولي جماهيريا وإعلاميا، صدى أداؤه طبعا تغير تماما لأنه نتائج وإسهامات باريس سان جيرمان دوليا أقل من ظهور برشلونة دوليا حتى في استكماله لخطوات مهمة أو حجم المنافسة اللي بيستمر فيها في الشامبيونز ليج أو دوري الأبطال الأوروبي. الفترة اللي فاتت رغم الانتقالات والنجوم الكبار والإنفاق الكبير في باريس سان جيرمان إلا أن ده لم يسهم في استمرار باريس سان جيرمان في السباق الأوروبي وخرج مبكرا بعد الهزيمة أمام مان يونايتد الإنجليزي. ده مثال صريح جدا على الحالات اللي بيكون فيها لاعب موفق مع فريقه لأقصى درجة، أثر بالسلب على برشلونة لما ساب فريق برشلونة وهو كمان تأثر فنيا ولم يكن تجربته لم تكن حتى يومنا هذا على نفس المستوى من النجاح والتألق والاهتمام الجماهيري والأضواء في باريس سان جيرمان. في حالات بيكون فيها اللاعب لسبب أو آخر ما فهمش مدربه، الكيمستري مش موجودة كما ينبغي مع الفريق، ما دخلش في أداء الفريق أو في شكل التيم ورك أو الأداء الجماعي بالشكل الأنسب، أو ظروف تانية بتكون خارجة عن إرادته بقى، يعني إصابات، غياب عن مباريات مهمة، وده حدث الحقيقة في بعض الفترات مع النجم الكبير نيمار. خلونا ننتقل لبعض الأخبار المحلية ونتكلم عن المقاولون العرب
بيفتح المزاد لانتقال طاهر محمد طاهر. طبعا طاهر من الأسماء اللي لفت الأنظار بشكل كبير في الفترة اللي فاتت، ومن الأسماء الواعدة جدا اللي بيتوقع لها إن شاء الله أنه يكون إضافة كبيرة للكرة المصرية في الفترة القادمة، وأداؤه واثق جدا وأصبح مطلب أو اسم بتتابعه وسائل الإعلام الرياضية والكروية المصرية، والكل بيترقب محطته القادمة في عالم كرة القدم سواء داخل أو خارج مصر. وافق مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح على بيع طاهر محمد طاهر مهاجم فريق المقاولون العرب لأعلى سعر، بعدما تلقى اللاعب أكثر من عرض لانتقاله وطبعا إنهاء فترة وجوده في صفوف المقاولون العرب. وأبرز هذه العروض من عدة أندية داخل مصر وخارج مصر، لسه لن نذكر الأسماء إلا بعد وجود أخبار أكيدة، لكن المؤكد إن شاء الله إن احنا هنشوف خطوة جديدة بإذن الله قريبا لطاهر محمد طاهر، ويكون بإذن الله أكثر نجاحا في الفترة الجاية، ويكون ده بينعكس كمان على إسهاماته مع منتخب مصر في الفترة المقبلة. وعبد الحميد الهرقل لاعب ومهاجم تونس السابق قال إن منتخب مصر هو المنتخب الوحيد المرشح لنيل لقب كأس الأمم الأفريقية 2019، وأضاف في تصريحات لجريدة الصباح التونسية يوم الاثنين: اليوم المنتخب الأوفر حظا للتتويج بلقب البطولة واللقب الأفريقي هو المصري باعتباره صاحب الأرض والجمهور، وله طبعا اسمه وتاريخه وحجم إنجازاته اللي بيعطيه ثقة كبيرة في هذه المنافسات والبطولات. وأضاف ذلك أيضا رغم وجود منتخبات قوية يمكنها الوصول للمربع الذهبي مثل السنغال والكاميرون وتونس ونيجيريا والمغرب، ومنتخب مصر هو البطل التاريخي لكأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب مقابل 5 للكاميرون و4 ألقاب لمنتخب غانا. كلام هذا النجم التونسي بيتفق تماما مع تصريحات النجم المغربي نجم الكرة المغربية والعربية السابق محمد التيمومي اللي كان معانا على الهاتف بالأمس، وقال انه بيتوقع انه يكون منتخب مصر هو الفائز باللقب وانه الأقرب لحصد لقب البطولة هذه النسخة من كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، لحسابات أيضا كثيرة فنية وجماهيرية وتنظيمية خاصة باستضافتنا للبطولة وعامل الأرض والجمهور ومؤازرة الفريق بالجماهير المصرية الكبيرة اللي متوقع إن شاء الله أنها تملأ الاستادات والمدرجات في منافسات هذه البطولة. أضاف النجم الكبير السابق محمد التيمومي قال أنه بيتمنى وبيشوف من وجهة نظره فنيا أنه أفضل نهائي يمكن أن يكون لهذه البطولة ومسك الختام للبطولة من وجهة نظره هو نهائي بين منتخبي مصر والمغرب، لقناعته بأن المستوى الفني هيكون في أفضل حالاته في حالة وجود الطرفين مصر والمغرب في المباراة النهائية. وإيمانويل أومونيكي اللاعب المشهور اللي تألق في صفوف الزمالك سابقا وفي الدوري المصري وكان له طبعا إسهامات كبيرة شفناها عالميا من خلال مشاركاته مع المنتخب النيجيري، هو قادم هذه المرة ليس كلاعب ولكن كمدرب ومدير فني لمنتخب تنزانيا. بيقول: مصر بيتي الثاني والمصريون سيساندون تنزانيا حبا، يعني طبعا بعد مساندة الجماهير المنتخب مصر بيتوقع إيمانويل نظرا لوجوده في مصر وتمتعه بشعبية وقناعة الكل سواء جماهير الزمالك أو جماهير الأهلي أو كل الأندية المصرية بأنه كان لاعب من أميز اللاعبين الأجانب أو الأفارقة اللي شاركوا في منافسات الدوري المصري والمسابقات المحلية، كان له جماهيرية كبيرة أنه كان لاعب ممتع فعلا وعنده قدرات كبيرة جدا كصانع ألعاب وهداف ولاعب مهاجم من طراز فريد. بيقول انه متوقع ان يكون له نصيب من الدعم من الجماهير المصرية لمنتخب تنزانيا اللي بيقوده في هذه البطولة، وقال انه بيتمنى المؤازرة المصرية في الحضور او من خلال حضور الجماهير لمباريات المنتخب التنزاني، وانه بيتوقع هذا الدعم لفريقه لما يتمتع به من شعبية وحبه المتبادل مع الجماهير المصرية خلال تواجده كلاعب محترف في الدوري المصري والمصري. وقال ايضا في تصريحات لموقع الاتحاد الافريقي: انا سعيد حقا للمجيء مرة أخرى إلى القاهرة لأنها بمثابة بيتي الثاني. وأضاف: بالتأكيد سيأتي المصريون لدعمي، لكن هدفنا هو الاستعداد بشكل جيد، لأنه حتى لو كانوا بيدعموك في هذه البطولة وأنت لا تقدم المستويات المرضية للجماهير أو المقنعة، فبيقول في النهاية على أرض الملعب لن يكون لهذا الدعم أي معنى أو لن أكسب دعم الجمهور لو ما كانش منتخبي اللي بقوده هو هنا بيتكلم عن المنتخب التنزاني بيقدم مستوى فني مقنع للجماهير المصرية. طبيعي طبعا المنتخب المصري معروف الجماهير المصرية بتحب الكرة الممتعة وبتحب الكرة الجميلة، فبالتالي بعد تشجيعها المنتخب مصر بتكون دايما الجماهير أكثر ميلا بعد طبعا منتخب مصر في المقام الأول للمنتخبات اللي بتلعب كرة بلغتنا المصرية العامية كرة حلوة، بيلعبوا كرة حقيقية، بيلعبوا كرة قدم، بيمتعوا الجمهور، فالجمهور بيكون مركز على متابعتهم وبيستمتع بمبارياتهم، بيكون ده حتى له تأثير على نسب الحضور الجماهيري في مباريات المنتخبات الأخرى بعيدا عن الحضور إن شاء الله المتوقع أنه تمتلئ به الاستادات في مباريات منتخب مصر.
منتخب مصر في المباراتين السابقتين المؤشرات بتقول ان الاداء ارتفع قليلا من المباراة الأولى لمباراة الأمس، وأن الجمهور في الفترة اللي فاتت عدد من اللاعبين المصريين نجوم النادي الأهلي ونجوم الأندية الأخرى نجوم المنتخب السابقين بيقولوا لا يمكن القياس على مستوى منتخبنا في المباريات الودية، وأن احنا معروف من خلال تاريخنا في الدورات المجمعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية، نتكلم عن البطولات الأخيرة 2006 و2008 و2010 وما سبقها من بطولات، أن احنا كيرف أدائنا أو منحنى أداء منتخبنا بيعلى وبيزيد من مباراة لأخرى، ولكن دايما القياس بيكون غير دقيق لو قسنا الأمور أو قيمنا أداء منتخبنا من خلال المباريات الودية، لأن حالة اللاعبين والحافز عندهم بيزيد جدا، وتركيز الجهاز الفني والشغل المتوقع أنه يكون حقيقي وبتركيز عالي جدا، وأن اللاعبين يصلوا لأعلى مستوى من العطاء الفني والبدني، والتركيز الخططي والأداء الخططي للجهاز الفني بقيادة أجاري أيضا متوقع أنه يبدأ فعليا من مباراة الافتتاح يوم الجمعة أمام زيمبابوي. خلونا نتوقف مع حضراتكم الآن مع فاصل قصير، ونعود لاستقبال ضيفنا في الاستوديو الكابتن عمرو الحديد. مع حضراتكم أهلا بحضراتكم مرة تانية، وما زلنا معكم من خلال الأهلي الليلة، ونبدأ في هذا الحوار هنتكلم عن منتخب مصر، هنتكلم عن فرص المنتخب في الفوز وفي المنافسة على لقب كأس الأمم الأفريقية 2019، هنتكلم عن تكريم عدد من رموز الكرة المصرية ومن أبرز نجوم الكرة المصرية ودخولهم ضمن تصنيف 30 لاعب يعتبروا أساطير الكرة الأفريقية وفقا لتصنيف فرانس فوتبول، فضلا عن اختيار الكابتن الخطيب وتكليفه سفيرا للكرة الأفريقية في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019. وفي النهاية هيكون في جزء كبير من هذا الحوار ماذا سنفعل وكيف سنكمل أو نختتم الدوري الممتاز المصري، هنعمل إيه، مواعيد القيد الأفريقي، الدوري هيستكمل إزاي، تحديد أبطال الدوري والكاس اللي هيشاركوا في الشامبيونز ليج الأفريقي أو دوري أبطال أفريقي أو النسخة الثانية من البطولة أو الكونفدرالية الأفريقية. أسئلة كثيرة موجهة إلى ضيفنا في استوديو الأهلي ليلة نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا الكابتن عمرو الحديدي. مساء الخير كابتن عمرو، سعداء بوجودك معنا النهارده. ربنا يخليك يا استاذ محمد، انا الاسعد، ربنا يكرمك. نبدأ بالكابتن الخطيب وعطائه وتاريخه واسمه وفي إسهاماته الكبيرة طبعا في عالم كرة القدم واختياره سفيرا للكرة الأفريقية في بطولة أو نهائيات 2019. بص محمد، كابتن محمود مهما كانت الأجيال هو ما أحسن من رأت الكرة المصرية أو الكرة الأفريقية هذا اللاعب. بتيجي أجيال كتير، عدت أجيال سنين من الألفية التسعينات، كابتن محمود الخطيب يتوج أسطورة من أسطورات الكرة المصرية التي لن تتكرر. فدي يعني الحمد لله إن احنا منظمين للبطولة في الفترة ديت، وكابتن محمود يعني موجود، ربنا يديله الصحة. حاجة يعني هنقول إيه، دي حاجة مش بتفكرنا، احنا عمرنا ما هننساه، دي شيء بيفكر العالم كله إن احنا عندنا قيمة كبيرة اسمها كابتن محمود الخطيب موجودة في الكرة المصرية، بتضيف ليها الكرة الأفريقية، وابتدت تتعرف في العالمية في وجود محمد صلاح. أسماء كتير هتلاقيها موجودة في البطولة دي. احنا بنبارك لأنفسنا الأول على إن كابتن محمود من أحسن 30 لاعب في أفريقيا فرانس فوتبول، ومع الكابتن الخطيب من مصر أيضا في أفضل 30 لاعب في تاريخ الكرة الأفريقية نجوم الكبار أيضا عصام الحضري، محمد صلاح، محمد أبو تريكة. خلاص احنا بنتكلم على أربعة من نجوم مصر، عصام لحراسة المرمى، كابتن محمود الخطيب كأحسن فيرو جي في تاريخ الكرة المصرية وبل الكرة الأفريقية، محمد صلاح اللي بقى أحسن ثلاث لعيبة في العالم، بل مترشح يبقى من أحسن لعيبة في العالم، أحسن لاعب رقم واحد، محمد أبو تريكة الأسطورة المصغرة من كابتن محمود الخطيب. فإحنا بنشكر كل من ساهم في التصويت من الخبرة ان هو ده الشيء السليم او الشيء الاختيار اللي في محله لوجود اسم كبير زي كابتن محمود الخطيب لافتتاح بطولة الأمم 2019 في مصر. كابتن عمرو، خلينا نتكلم عن منتخب مصر قبل ما ننتقل للحديث عن الدوري الممتاز وهنكمله ازاي وتأثيرات شكل الدوري هذا الموسم وكيف سيستكمل، مش عارفين بقى في حاجة تتعمل قبل او بعد، خلاص احنا بعد يومين كأس الأمم هتبدأ. خلينا نتكلم عن منتخب مصر واستعداداته، المباراة الثانية اللي اجريت بالامس والفوز 3-1 امام غينيا. شكل المباراة، مقارنة منتخبنا وادائه في المباراة دي بالمباراة الاولى امام تنزانيا، شايف الامور فنيا ازاي؟ اعتقد مستر اجيري كان في الاول في المباراة الاولانية كانت يعني زي ما بيقولوا
مش تجربه خلاص. احنا اخترنا المجموعه اللي هتبقى موجوده في المعسكر واللي هيجتاز بيها البطوله القادمه. ابتدى يحط نقط على حروف للاعيبه المتواجده، مين يبقى موجود، مين يبقى عفوا مش موضوع بديل اما احتاجه. المباراه الثانيه كان في شكل ثاني خالص بقى. وجود صلاح، ايه الفرق من وجهه نظرك عن المباراه الاولى؟ يعني في حته نفسيه في وجود الاساسيين، مش هنجامل وهنقول حاجه معينه، وجود اساسيين باستمرار، النني، محمد صلاح، تريزيجيه، الاختيار محمود حمدي كانوا كويسين قوي. يعني الشكل بقى افضل، بيوصل طمانينه للعامل النفسي للجماهير وللعيبه ان مصر موجوده، الاداء شكله تطور عن المباراه الاولانيه، المسافه ما بين المباراه الاولى والثانيه مش كتير. التهديف، الجمهور كان عايز محمد يكون موجود في الملعب، صلاح، محمد صلاح، الاقاويل والتوقعات اللي بتتقال، محمد مش جاي، محمد ما. الحاجات اللي بتتقال، هو كان قاعد المره اللي فاتت فجاه بقى موجود في الملعب. حته تكريم ليه، ان هم لو خدت بالك حضرتك في الملعب كان في حته ان محمد كان عيد ميلاده ازاي يهدف، هو عمل الاصعب، انا ما اديتكش انك انت تهدف، انا اللي كافئتك انك انت اللي تهدف، محمد اللي عمل العكس. ففي شويه حاجات كده انت عايز توصل طمانينه الجماهير المصريه لاداء محمد صلاح، للاطمئنان عليه، لاداء النني، لتريزيجيه، للاستقرار بالنسبه لحراسه المرمى، الاستقرار لخط الظهر، اطراف الملعب، نص الملعب، كل واحد بيتكهن او بيتخيل او بيتوقع تشكيل معين. انت لو جيت قلت لاي حد دلوقتي يتوقعه ويقولوا على طول. انا عاجبني في كلامك كابتن عمرو انك بتتكلم عن المنتخب كله، نجوم المنتخب، المجموعه الاساسيه، مهما كان عندنا نجم استثنائي سوبر ستار منتخبنا والجيل الحالي من نجوم مصر في كره القدم محمد صلاح، ده في اجماع في الاراء عليه، ولكن التوازن ده في الكلام مطلوب عشان الحاله المعنويه، عشان احساس نجومنا انه مطلوب الاهتمام بالمنتخب كله، ان النجم الواحد احنا بنلعب لعبه جماعيه وتيم ورك، مهما كان عندنا نجم بقدرات استثنائيه زي محمد صلاح كلنا بنعول عليها كثيرا في كاس الامم، وان هو الكي بلاير الاول لمنتخبنا وسوبر ستار للمنتخب، لكن حاله كل خطوط المنتخب مهمه في البطوله دي، محتاجين نجومنا كلهم يبقوا في احسن حالتهم. محمد ازاي هنتوقع ده في وجود امكانيات محمد صلاح لعدم فوقان باقي اللعيبه؟ يعني احنا اسباب، احنا بنجهز كحراسه مرمى بحسسك ان انا فايق، خط ظهر بيحضر صح، نص ملعب بيوزع كره سليمه، تالق لمحمد صلاح فيما هو منسوب ليه للاداء، هو عارف ومتاكد ان الشعب المصري كله حاطط طموحه ان هو يقدر يعمل ان الفرق. محمد صلاح يقدر يعمل الفرق، زي ما احنا بنقول في برشلونه، بنقول ميسي، بنقول كريستيانو، في اليوفنتوس، كل واحد فينا بيقول احنا دلوقتي بنتباهى وبنفتخر ان محمد صلاح يقدر يعدل الدفه لوحده، كحته مجهود فردي، كحته سرعات، كحته امكانيات. محمد كورته اتغيرت تماما بعد بطوله اوروبا، بعد حصوله على بطوله اوروبا، بقى في شكل، بقى في اسلوب، بقى في اداء، بقى في فكر، بقى في تقل على الكوره والخبرات، بقى في ثقه في قدراته. تريزيجيه، ورده، خلاص انت دلوقتي بقى عندك مجموعه ظهور تقدر تحلي بها اي جنينه في الدنيا، هي جنينه مصر، اللعيبه اللي موجوده دي. انت دلوقتي مش مطلوب منك غير ان فاضل ساعات، بل او وقت بسيط قوي، ساعات يعني ساعات اللي بقينا، ونعلن عن بطوله امم، مطلوب ان الشعب المصري يفرح. طيب كابتن عمرو، تقول ايه فنيا بقى بخبراتك كنجم في المنتخب وفي النادي الاهلي سابقا للناس اللي بتقيس مستوى المنتخب وبتقيمه من خلال مباريات وديه، وكانوا قلقانين بعد مباراه تنزانيا وشكل المنتخب مش مطمئن، هل احنا نقدر نقول منتخبنا نقدر نقيم تقييم حقيقي قبل ما نشوفه في البطوله الرسميه؟ احنا كلنا هنتوقع وكلنا خبراء، اي حد هيتكلم هيتكلم على اللي هو بيشوفه. لا، في حاجه اسمها اداء مباراه وديه كتجربه، وفي ان انا بخش في المباراه الرسميه. ادائي في المباراه الرسميه لو احنا تخيلنا بطوله امم قبل كده ومصر كانت رايحه ضيف شرف، فجاه وصلنا للنهائي، لو انت فاكر مع الكاميرون محدش كان متوقع ان مصر توصل. لا، احنا دلوقتي بنتكلم بنتوازن ان احنا في دور بنجتازه من مباراتين او ثلاث مباريات، بعد كده بنفكر بعد، هي بتتحسب كده. في عامل كبير قوي اسمه الجماهير، في اداء، يمكن زياره سياده الرئيس للمنتخب دي عامل نفسي كبير جدا في الظروف دي بالذات، يعني في الظروف السياسيه اللي هو مشغول بيها، حاسس باللعيبه وحاسس بالمسؤوليه اللي هو حملها لهم بزيارته ليهم. ان انا
خدت من خدت بايديهم من الروح المعنويه وارتفاع المستوى النفسي لاداء اللعيبه في بطوله امم والمطالبه ان اللعيبه تبذل مجهود كبير بالزبط. في البطوله ان اقدموا احسن ما عندكم في البطوله دي بالظبط. احنا كل يعني كل واحد هيبقى محتاج الدوله بتوفر كل شيء، مدرب المنتخب عايز فكر معين يؤدي بيه في المباريات القادمه، لعيبه تنفذ اسلوب مدرب وابتكار لكل لاعب لحصول على بطوله امم. الشعب طبعا عايز صور لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللاعبين ومع الجهاز الفني مع المنتخب كله يعني، وهذه الزياره اللي تم فيها التاكيد على اهتمام الجمهور بالبطوله ومتابعته والتفافه حول هذه البطوله وحول لاعبي منتخب مصر، والتوقيعات اللي تم جمعها للاعبين، اللاعبين وقعوا على تيشرت المنتخب وقاموا باهدائه للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذا اللقاء، ومصافحه نجوم المنتخب في مقدمتهم نجمنا محمد صلاح، والجهاز الفني كان في صور مصافحه مع الكابتن احمد ناجي منذ قليل. هنا التركيز من القياده السياسيه على انه الجمهور يا جماعه مستني منكم كتير، ومش هيقبل باقل من انكم تقدموا المستوى المعروف انه يليق بيكم، انكم تكونوا يعني بتنافسوا على اللقب. احنا كدوله وفرنا شيء للامكانيات الخاصه بالاستادات والتطورات اللي هتبقى موجوده في مصر، انتوا بقى فرحوا الشعب المصري بتكمله ما هو انتهت منه الدوله للتجهيز، انت بقى بتفرح الشعب بالنتيجه. في اهتمام كبير كمان الفترة اللي فاتت بالمنتخب، يعني تصريحات والزيارات الميدانية للمسؤولين في الدولة، حتى القيادة السياسية في مقدمتها رئيس الجمهورية، وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، كل المسؤولين، عملية تفقد المنشآت وعملية التطوير في الاستادات عشان البطولة تخرج بأفضل شكل ممكن، حتى فكرة التطوير أو الخدمات الإعلامية اللي بتحاول تقدم الخدمة بشكل مميز لكل الجماهير المصرية ودون أي أعباء أو أي تكلفة مالية. يعني كان في تفكير في توسيع دايرة المشاركة. أقول لك حاجة مهمة جدا بره النطاق اللي احنا بنتكلم فيه، الزياره دي بتخلي يعني انا هتكلم كلاعب، الموضوع ده بيخليك في موضوع تاني خالص، بتنتقل في مشوار تاني خالص، بتنتقل في مكانه تانية خالص. يعني الزياره مسؤوليه زادت عليك بالظبط كده، عليك بالظبط خلاص. انت 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 قاعد ومركز وحاطط لنفسك تركيز معين هتشتغل من خلاله، فجاه دخل رئيس الجمهوريه بيصافح المنتخب بالكامل وبيقول كلمه ليهم كل واحد، ولو ذكر فيها اسم حد وهو بيقول له احنا متوقعين من منك انك انت اللي مستنيين منك كتير، مستنيين امكانياتك، مستنيين ان كنت تبقوا خط دفاع قوي سد منيع لاي اهداف ضد منتخب مصر، كل الكلام ده بيحملك مسؤوليه اكتر من ما كنت انت عليه وانت شغال في التمرين. رئيس جمهوريه اعلى فئه موجوده في الدوله هي اللي بتزورك وهي اللي بتتكلم معاك مع قيادات الدوله. طيب نتكلم عن مستوى منتخب مصر فنيا بقى كابتن عمرو، بنتكلم عن كل الناس مع منتخب مصر ان شاء الله ويكون هو يعني يعني الاوفر حظا في المنافسه على لقب وفي فرص الفوز بالبطوله ان شاء الله، وعامل الارض والجمهور الى اخر هذه العوامل اللي بتساند منتخبنا في هذه البطوله. فنيا بقى الناس كلها اجمعت على عدد من الاسماء، اي نجم بنساله، اي محلل، اي لاعب سابق بيقول، اي محلل فني طبعا كروي بيقول، المغرب مع مصر يعني، المغرب، تونس، الجزائر، السنغال، نيجيريا، دايما الاسماء بنسمعها كده بالترتيب ده، ودايما في مقدمتهم بعد منتخب مصر المغرب والسنغال تحديدا. رايك ايه؟ يعني احنا ولا الامور مش كده، مش بالبساطه اللي الناس متخيلها؟ اصل لك على حاجه، هي مش موضوع شكلها هتمشي ازاي او مين اللي هيبقى مترشح، ما فيهاش توقعات. احنا ممكن نقول ان مصر هي اللي هتوصل، وممكن نقول احنا مش هنعدي الدور الاول، هنخلص الدور الاول الموضوع انتهى. اول مباراه، بعد اول مباراه تقدر تقول ترسم الشكل والتابلو اللي انت هتكمل فيه لغايه اخر. بعد اول مباراه بالنسبه لمنتخبنا، بعد منتخبنا اما انت متعود انك هتسمع ان منتخب المغرب حاجه هايله، منتخب تونس هايل، منتخب الجزائر هايل، منتخب السنغال هايل، احنا برضو عارفين قدرات نفسنا كويس قوي. بعد اول مباراه تقدر تحدد انت مشكلتك، انك بتقرا الجيم من المباراه الوديه، تقرا الجيم من التجمعات بتاعت المنتخب البسيطه والمباريات الوديه، يعني هنقول هي اضعف من المباريات الرسميه اللي هتبقى موجوده. القياس عليها مش حاجه دقيقه يعني، كلام مش سليم ان انا قايم المنتخب من خلال المباريات الوديه. ممكن تكون انت كويس جدا في مباراه رسميه كبيره جدا وتادي اداء بسيط جدا في فرقه ضعيفه. ما بتتحسبش كده. بتتحسب درجه التركيز في المباراه الرسميه، بتاخد شكل تاني خالص. الاسماء اللي موجوده في الفرقه اللي قدامك بتخليك، انا هتكلم برضو عن نفسي، حته ان انا اكون مدافع، بحط نفسي في اطار مختلف عن لعيبه نص الملعب او الفيرود، بحمل نفسي مسؤوليه اكبر من المعدل العادي، ان انا بلتزم، فيرود هداف بكون معاه مان تو مان، ببقى بكون مركز، مساحات قريب من مساحات لحاجه واحده، ما هو ده اللي هيهدف.
لو انا التزمت بده في الجزء اللي انا مرتبط ان انا العب عليه منفي، في غيري ملتزم بمكان تاني وغيري ملتزم بمكان تاني، وحارس مرمى يقدر يفوقني نفسيا لو هو فايق. دي تقدر تقراها من اول مباراه. احنا قلنا برافو منتخب مصر في المباراه الثانيه في الشوط الثاني بعد الثلاث اهداف، حلو قوي. طب ما انت لو جيت حسبت او جيت توقعت عن المباراه الاولى، لا لا لا، ده احنا مستوانا عادي وقليل ومتوسط وما وصلناش للامكانيات اللي احنا طالبينها ولا اداء اللعيبه، لا لا مفيش الكلام ده. في حاجه اسمها المباراه الرسميه لبطوله درجة تركيزها بتوصل لأكثر من 100%. ودايما يقال إن مستوانا بيزيد في الدورات المجمعة. بالظبط. من البداية للنهاية مستوانا بيعلى وصولا لسه برضه بقول لك موضوع الجمهور ده هيخليك في حتة تانية خالص. هيخليك في حتة تانية خالص خالص خالص. هتلاقي أداء أنت مش متوقعه. ممكن ما شفناهوش من اللعيبة قبل كده. عشان إحنا بقالنا كتير ما شفناهوش. ما شفناش حضور جماهيري كبير. إحنا شفنا مباراة الزمالك بس. يعني إحنا كلنا قلنا في نهائي الكونفدرالية. ليه ما يبقاش الاستادات بتاعتنا بالشكل اللي احنا شفناه، التابلو الشيك قوي اللي احنا شفناه ده، وامنيا الموضوع اسهل مما الناس متخيلاه. ما هو المباراه مشيت 60 ولا 70 الف متفرج على ما يرام، ما كانش في تجاوزات من اي حد. طيب يعني كابتن عمرو الحديدي، مع الاراء اللي بتقول انها البطوله لن تخرج عن ان المربع الذهبي او اربع فرق من المنتخبات اللي قلنا اسمها دلوقتي هي اللي هتبقى في المربع الذهبي، ولا الامور وارد فيها المفاجآت ومش بالسهوله التوقع كده؟ اي حد هيجي قدامك يا استاذ محمد من دلوقتي وهيتكلم هيتكلم بتوقعات عاديه. بعد ما المباراه الاولى هيجي يقول لك بقى على تصريحات وتحليل وهيقول لك نشوف المنتخبات كلها بالظبط الاول بعد ما بس هي مش بتتحسب كده. ممكن اكون انا لسه ما دخلتش في الجيم من المباراه الثانيه بزيد، من المباراه الثالثه بزيد، اخش في الادوار اللي بعد كده ببقى خلاص دخلت في فورم التركيز ان انا اخد البطوله. بعد اول مباراه درجه التهديف هتحس بيها، هتشوف عدد الاهداف اللي دخلت في اول مباريات هتتلعب او اول دور، هتحس عدد التهديف ده بيعلي كفه مين من الفرق دي اللي تقدر يتحط عليها الزوم وتقول ان دي الاقرب. مين انت هتتكلم على الذكر؟ هتقول السنغال، هتقول نيجيريا، هتقول المغرب، اللي هي الاسماء الاكبر اللي انت شفته في افريقيا اللي انت شفته. طب اصبر شويه وبعد ما هتشوف مين اللي هيبقى الجيم جيمه او الطريق طريقه هتبتدي تقول ايه؟ ده هنا انا هميل شويه ان مصر، انا هميل هنا شويه الجزائر، عيارها عالي اكتر من المغرب وتونس، هتقولها كده بعد اول زي ما شفنا في كاس العالم، نهائيات كاس العالم الكبار والاسماء عماله تخرج تباعا من البطوله والمفاجآت طول الوقت، وبقى شكل مشوار البطوله في السيمي فاينل مختلف خالص عن التوقعات في بدايه البطوله. حد كان متوقع ان برشلونه تخرج من بطوله اوروبا؟ لا طبعا. بس خلاص. طيب كابتن عمرو، مين في ذكرياتك كنجم في المنتخب وفي النادي الاهلي الفريق اللاعبين اللي كانوا يتعبوك قوي، تعمل حسابهم ليله المباراه تقول انا بكره لازم اضرب مجهودي في ثلاثه، سواء فريق افريقي بيلعب الاهلي في طول افريقيا او منتخب افريقي بيلعب منتخب مصر؟ لا، لو في كورتهم مزعجه للمدافعين. بص، اول مره ليا كنت انا موجود في المنتخب، كنت بتفرج على المنتخب تونس وانا بسخن بتفرج مش مركز في الترخيصين. هادي بن رخيص الله يرحمه، عياد الحمروني، عماد بن يونس، فوز الرويسي، سامي الطرابلسي. بس الجيل ده كان قوي، الجيل ده كان قوي في الترجي وفي منتخب تونس فعلا. الجزائر اسماء بس مش بقيمه فرقه تونس في تونس. الوقت ده اسكندر السويح، نبيل بشاوش، اسماء كانت كتيره موجوده واسماء كلها هايله، طارق ثابت، كانوا فيهم ناس كتير جدا، عيادي الحمروني، عياد ملك، كانوا عياد الاسمر وهادي بن رخيصه. انا كنت بلعب بقى، انا اللي متكفل بيه العب معاه في الكوره الثابته، راجل الدين الشيحي، المجموعه دي كانت فرقه هايله. بص، كان عندهم احسن لعيب نص ملعب شفته اسكندر السويح، مش طبيعي، مش عادي، نبيل معلول، دي الناس كانت موجوده. في افريقيا بقى كانت بتلاقي اسم انت دلوقتي قلت في نص فرقه منتخب تونس، المغرب احمد بهجت، توفيق بلاغه، محمد القدميري، ابراهيم صابر، مصطفى مستودع. كان في وقت كان في محاولات للتعاقد مع احمد بهجه في الاهلي، وكان اسمه اتقال انه قرب قوي التفاوض مع الاهلي، هو الماتش ده كان في اعتزال الكابتن طاهر، وكان بيلعب مع الاتحاد السعودي وانا كنت بلعب على اليمين. وكان
الاتفاق يا احمد بهجه يا مصطفى مستودع يا بصير صلاح الدين. بس كان ساعتها احنا كنا في بطوله عربيه، كان بصير صلاح الدين كان هو الاكثر والاقرب، كان متالق وكانت المواجهات مع الاهلي. بس مشير حنفي خلص الموضوع، ما فيش مجاي البصير. دي المباراه اللي وليد صلاح الدين تالق فيها وخلص المباراه باهداف شكلها كان جميل، وهي دي المباراه اللي اتولد فيها هشام حنفي. صحيح، اللي جاب اهداف هي البطوله دي، كانت كمان الاولمبيك البيضاء تالق فيها بشكله، تسديدات من نص الملعب بالزبط. وكان حاجه بالزبط. مفاجاه للجمهور بالظبط. طيب خلينا نتكلم شويه عن الفتره الجايه. شايف المنتخبات العربيه، منتخب مصر مع المنتخبات اللي بنتكلم عنها، كرتهم اكثر تطورا في الفتره دي دلوقتي؟ في محترفين في كل المنتخبات دي في اوروبا، ولا المنتخبات اللي هي بتمثل القاره السمراء، المنتخبات الثانيه نيجيريا الكاميرون السنغال؟ المنتخبات الافريقيه اكثر، اكتر اتطورت اكتر. اه طبعا هتلاقي المنتخبات العربيه فيها اسم اتنين بكتير قوي. افريقيا هتلاقي فيها 3-4. معظم الفرق اللي موجوده في المنتخبات الافريقيه محترفه في اوروبا كلها. انت لو جيت بصيت مثلا رياض محرز، محمد صلاح، هتلاقي اسم اسمين بكتير، مش هتلاقي عدد. ماني، شوف هتلاقي مع ماني هو النهارده بالحسابات بالارقام اكبر نجمين جايين البطوله بعد الشامبيونز ليج صلاح وماني. اهو اثنين فرقه واحده، ماني وصلاح هما الاسمين الاكبر في البطوله. لمنتخبين كبار مصر والسنغال. هي برضو لو رجعت بالذاكره زمان كانت الاسماء اكبر واكبر واكبر. من اول في مصر من قال الجيل الكبير وصلنا لجورج وايا. جورج وايا خد افضل لاعب في العالم، يعني ده اللاعب الافريقي الوحيد اللي قدر حتى الان يحصل على اللقب ده. كنت بتسمع قبل كده ايتو ودروجبا وعبيدي بيليه وروجي ميلا واسماء كبيره. هتلاقي القريه السمراء اكتر بكتير، ان هم بيوصلوا للاحتراف اسرع من الدول العربيه وفي انديه كبيره. شايف انه الكره الافريقيه او افريقيا السمراء متطوره بسرعه اكبر من المنتخبات بس العربيه. بس ابتدينا نتعلم ان احنا نوصل برضو للطريق، عشان نبقى عندنا محترفين كتير بالظبط، نقدر نجاري المنتخبات بالظبط. بس اهم حاجه ما انا اكون محترف، بس استمر في الاداء اللي انا فيه. هي مش موضوع ان انا محترف بروح وسنه واتنين وبرجع، لا انا بستمر، لان انا يعني في طموح معين، هو الطموح حبني وانا حبيته، هو بتاعي ولزق فيا مش عايز يسيبني، انا مكمل معاه بقى لغايه ما يوصلني، وده بسم الله ما شاء الله اللي في موجود اللي فيه محمد صلاح دلوقتي. كابتن عمرو، هل متوقع منتخب مصر يعني او البطوله تشهد مولد نجم جديد من نجوم منتخبنا، يبقى له مساحه ثانيه من الاقناع عند الجمهور من النجوميه، يعمل حاجات بره المتوقع خالص في البطوله دي؟ مين؟ طارق حامد وتريزيجيه. طارق حامد وتريزيجيه. بصوا يا جماعه، احنا لازم نتفق ان احسن ديفندر موجود في مصر طارق حامد في الفتره دي، بس بشرط يلعب لوحده على الدايره، لوحده ما يلعبش جنب ديفندر تاني. ليه؟ ايه الفرق؟ هو بيحب يتحرك في الاطار ده. طارق من ايام كان موجود في الجيش لغايه ما راح سموحه، راح الزمالك، بيحب ركز في كل الماتشات اللي طارق لعبها. حته قوس الدايره في النص، التلت بتاع تلت فريقه والتلت الهجومي للفريق الخصم، طارق بيحب يتحرك في الحته دي كويس قوي، بياخد مساحه للحركه كويس جدا. عكس اما بيكون الملعب مقسوم نصين، هو بيشتغل مع جزء والديفندر الثاني بيشتغل مع جزء. مش هتلاقي حد في اتفاق في الحته دي في مصر زي شوقي وحسن عبد ربه. مش هتلاقي حد في مصر. ده جيل 2008 بقى، الجيل اللي هو مقتنع وانسجام غير عادي ما بين شوقي وما بين حسني. نفس الكلام في النادي الاهلي، هتلاقي حسام عاشور بيحب الحته دي لوحده. يعني خلاص بحس ان المكان ده كله بتاعي، بعرف اتحرك فيه واعرف اقسم فيه واعرف ازود فيه مجهودي باسلوب معين. يعني شايف ان افضل اداء للدفاع في خط وسط منتخب مصر بطارق حامد انه يلعب لوحده في الدايره. بس المنتخب اعتقد انه بيعتمد طول الفتره اللي فاتت على اثنين ديفندرز. عشان ايه؟ حاسس الملعب النني وطارق. لا بجرب هو النني لوحده، جرب حامد لوحده. اصل طارق بيجيد الالتحام كويس قوي. بيجيد المساحات والضغط في حته معينه ويقدر ينقل الهجمه في طريقه معينه. ده كويس. اما يبقى معايا حد يبقى انا محكوم ان انا اشتغل في جزء بسيط على جنب، والجزء الثاني للديفندر المساعد ليا اللي موجود جنبي. فبنفقد جنب. حسب كلامك بقى يا كابتن عمرو ميزه الجانب الثاني اللي طارق ما بيشتغلش فيه في الملعب. بالظبط بالظبط. ما هو خلاص، ما هو طارق دلوقتي بيشتغل في جنب وبيعمل اتصال للديفندر الثاني. انني طيب هل فنيا بتفكر ان طارق حامد يبقى موجود في الدايره بشكل حر لوحده
وقدامه ديفندر تاني واخد مساحه تانيه داخل مرمى الملعب المنافس، ولا نلعب بديفندر واحد بس؟ ديفندر حته دفاعيه والتحرك لمنتصف الملعب، وديفندر عنده الرؤيه والصانع الالعاب اللي يشتغل في الحته التانيه. ديفندر متقدم شويه بيلعب كانه بلاي ميكر. عبد الله السعيد ايا كان من الاسماء الموجوده. اعتقد مستر اجيري هو عارف مين اللي يقدر، لكن ديفندر صريح واحد في نص الملعب. انت عندك دونجا، عندك طارق حامد، وعندك النني، كله ثابت. الوحيد المتحرك هتلاقي طارق حامد وليد سليمان، صح؟ خلاص، يبقى احنا بنتكلم في واحد مدافع خط ثابت على الدايره، واحد متحرك بيزيد تحت الفراوده. وليد سليمان ومشاركته مع المنتخب، الناس مبسوطه جدا لانها بتشعر ان وليد كان يستحق هذا التكريم. وليد بقاله سنتين ثلاثة بيقدم مستوى فيه نضج وثقة وتألق وأهداف، وإنه مؤثر جدا في مباريات النادي الأهلي المحلية والدولية، وإنه كان يعني مستواه يفرض على الجميع اختياره. رأيك إيه يا كابتن؟ هو أحسن حالات وليد كانت الفترة اللي فاتت. أنت مصمم إنك ما تاخدوش واتصاب ورجع بقى كويس، واتصاب ورجع بقى كويس، خلاص بقى انت في حته معينه انت مش واخد بالك منها. لو العامل النفسي لاختياره ده شيء يكون يعني عايز اقولها ازاي، بيعجل بشفائه اكتر من 60% من اصابته. هو جاله وقت كان محبط، قال انا هعتزل اللعب الدولي، لانه شاف ان هو بيقدم افضل مستوى ممكن يقدمه لعيب على الاطلاق وما بيروحش المنتخب. ده عامل نفسي ممكن يعود عليا بالاصابه، يعود عليا بالضغط النفسي، ان انا ادائي اعمل حركه مفاجاه اتعور فيها. فهو في الوقت دوت الناس فرحانه ليه، وهو فرحان وعايز يكافئ فرحه الناس بالاختيار عن اقتناع. انا اخترتني عن اقتناع، انا وليد سليمان اخترتني على اقتناع ان انا هادي الاداء اللي المفروض كنت تاخدني فيه من بدري. وهو ده وليد سليمان كفته وراحته. متوقع يبقى له دور مهم في طبعا. لعيب يعني عايز اقول لعيب ذو المهام الخاصه في الحالات الحرجه. لان وليد بيقدر ينزل ساعات في مباريات في وقت قليل جدا يغير الشكل خالص. طبعا. الدنيا تبقى مقفله وصعبه. بص بس احنا ما بنتكلمش على لعيب صغير، لعيب بيعلي كفه فرقه. وليد سليمان بيعلي كفه فرقه النادي الاهلي في وقت كتير. الاداء ما كانش فيه الدنيا بيبقى الشكل متازم قوي الفنيا في الملعب، هو بيكون هو النقاط اللي بيحسم الموقف بادائه، بكره ثابته، بمهاره ومراوغه معينه. لا هو لعيب كبير، واعتقد ان هيبقى ليه دور في منتخب مصر ان شاء الله. نتمنى يكون موفق، هو يستحق ده بادائه وعطائه ومستواه الرائع فنيا وبدنيا في خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا، ومرحله النضج اللي وصل لها فنيا طبعا. بشكل طبعا في اجماع في الاراء عليه. المدافعين، عايز تقول ايه المدافعين منتخب مصر لما كنت بتشارك كنجم في دفاع النادي الاهلي ومساك مهم جدا في تاريخ النادي الاهلي ومنتخب مصر؟ مين اللاعب اللي كنت بترتاح في وجوده جنبك في الملعب بيطمنك، وازاي الاثنين المساكين يبقى بينهم لغه تخلي نسبه الاخطاء قليله قوي؟ بص لما كنا بنبقى موجودين، حته ان احنا كان في الوقت ده كنا بنلعب بطريقه 3-5-2، انا كنت العب انا ومشير او مشير ويوسف او انا وكمونه. اهم حاجه انك انت بتلتزم بالمان بالتحركات مان تو مان بدون سلم مستلم، ومعاك ليبرو متاكد انك انت لو اخطات هو هيكون في الوقت دوت بيغطي على اخطائك ويعتبرك انك ما اخطاتش. كان في جمال وطبعا محمود ابو الذهب، بس انا لعبت كتير قوي مع محمود. انت حاسس ان هو مريحك. واما كان محمود ايام ما متفاهمين كنتوا في الملعب جدا. اما كان يبقى مصاب كان بيبقى كمونه وانا ومشير، مشير ويوسف وكمونه. احنا الاثنين ماسكين كانت لغه واحده. الصوت مسموع مهما كانت حوالينا من تشجيع جماهيري مان، يبقى خلاص بنتفق قبل الملعب قبل ما بننزل، مشير يوسف كمونه هلعب مان في اي حته، مان مش هنسلم مستلم غير الكره واقفه بس. متفقين؟ متفقين. حد طويل بيجيد العاب الهوا، حديد ياخده انت وانا هاخد اللي بيجي العاب الارض وسرعته مع مشير حنفي، بنتفق على ده. اتفقنا ان فايقين وطويل قصير والدنيا ماشيه كويس، خلاص يبقى هنلعب مان وهنسلم ونستلم مع بعض في الكره ثابته بس. كرانر هلعب انا على الكوره، هلعب انا على الكوره مش هلعب بمان، مش هرتبط بمان، هلعب على الكوره. وقت الكورنر اللي على منتخبنا او على الاهلي ببقى فري، عمرو الحديدي هنا حر خلاص، كله ماسك وانا الوحيد بلعب على الكوره، ما بلعبش على مين، بلعب على الكوره بس. انت عايز تروح للكوره بس تطلع. خلاص انا بلعب على الكوره بس، زي بالظبط ما بتشتغل مع رادار انه بيصيب طياره بيبقى شغال على اتجاه هو لغايه ما يرتقي في يلتقي في ميعاد معين بيطلق الصاروخ على الطياره. احنا كده بنتفق كلنا مان وانا هلعب على الكوره، ايا كان بقى مين اللي جوه ال 18 انا بلعب على الكوره مش على الشخص نفسه.
فدي مهمه جدا الكيمياء اللي ما بين اللعيبه دي وحارس المرمى، هم دول الاهم. دلوقتي احنا هنقيس بقى على اللي منتخبنا هيواجهه في كاس الامم، ما بقيناش بنعتمد على ليبرو، بقينا بنلعب باثنين مساكين، خط واحد بنلعب اربعه دايما في خط الظهر، باك رايت باك ليفت واثنين مساكين، وراهم حارس المرمى له بنسبه كبيره الدور اللي كان الليبرو بيوجه بيه المساكين زمان ويتابع معاهم ويغطي في بعض الاحيان. مطلوب ايه من دفاع المنتخب؟ اعتقد استاذ محمد مش هيخلو الموضوع عن محمدي، محمود علاء، حجازي، حته الليفت اعتقد والله اعلم هيكون بنسبه 90% ايمن اشرف. ايمن هيرجع بقى لمكانه اللي بدا بيه قبل ما يعتمد عليه كمساك في الفتره هي كانت هي حديث الشارع المصري على الباك ليفت، اي احمد ايمن، ايمن اشرف، عبد الله جمعه، احمد فتوح، كان الكلام كتير في الموضوع ده. حتى اما جاب عمر جابر، هو حتى جرب عمر جابر امبارح في الباك رايت مكانه الاساسي، باهر محمدي، كل يعني الموضوع سهل، بس الكيمياء في الوقت لو انت هتقيسها لعبوا مع بعض كتير هتلاقي محمود حمدي لونش ومحمود علاء، هتقول انك انت الخبرات والاداء والثقه حجازي ومحمود علاء. محمود علاء شايف ان ده افضل اختيار للاثنين مثلا. ايه التوجيهات اللي عايز تقولها لهم في البطوله دي عشان نقلل فرص الخطا او ان يدخل مرمانا اي اهداف؟ بص احنا لما نتكلم عن خط ظهر بيحضر بهدوء وبدون انزعاج، انت بتدي لنص ملعبك وفرادتك طمانينه ان الكره هتوصل لك سهله. اما بيحصل ازعاج في الاداء وابقى قلقان، انا بوتر نص ملعبي وفرادتي وحارس مرماي. في الوقت دوت اعتقد ان حجازي اسم كبير في المكان دوت والاحترام خبره كبير من الخبرات بما فيه الكفايه في وجوده في النادي الاهلي او في منتخب مصر او في احترافه في الدوله اللي هو بيحترف فيها في انجلترا. محمود علاء اعتقد هداف الدوري 18 هدف. احنا هنا بنتكلم عن اثنين مساكين من نفس النوع مع فارق الخبرات طبعا والعمر لصالح حجازي وحجم المشاركات الدوليه، لكن الاثنين من النوعيه اللي بتحب تحضر وتلعب كوره، ما عندهمش ما فيش منهم مساك اللي بيطلع اللي بيخلص الكوره بسرعه. حجازي ما بيقلقش، محمود علاء عنده حميه وعنده قلب تخليه يعدي في الحته دي كويس قوي. اعتقد ان مساكين نادي الزمالك في الوقت دوت هم الطرفين محمود حمدي ومحمود علاء عندهم الحته دي كويسه قوي قوي، بدايه الهجمه وانه يمسك الكره في رجله كويس. يمكن محمود علاء من التهديف والاداء والارتكاز في المستوى وثباته الانفعالي مخلي محمود علاء هو الاقرب يلعب. لو خد بالك الكيمياء اللي بينه وبين طارق حامد، بينه وبين محمدي، هتلاقيه هو مش قلقان. اللعب الكتير وحصولي على ان انا هداف الدوري للوقت اللي هو واخد ثقه في نفسه بادائه في الفتره اللي فاتت، ودخولك منتخب مصر انت بقى كمل، انت اتخذت منتخب مصر كمل، هتلعب ولا هتقعد؟ هتلعب دي مسؤوليه اللاعب نفسه بالظبط، خلاص دي مسؤوليتك، هو حجز مكانه في المنتخب، انت حجزت يكمل او لا دي معتمده على ادائه. هتلعب او مش هتلعب دي امكانياتك انت، مش امكانيات مدرب، دي امكانياتك انت، انت اللي هتفرض ادائك ومستواك على المدرب ان هو يقتنع انك انت تكون موجود. الاختيارات كان في خلاف عليها الفترة اللي فاتت وانتهى مجال الكلام ده وقلنا خلاص وقت دعم المنتخب، هل كنت مع الآراء اللي بتقول إن الاختيارات عندك تحفظات أو تساؤلات على اختيارات الجهاز الفني للاعبين قبل البطولة ولا متفق مع رؤية الجهاز يا كابتن عمر؟ بص أنا خلال الفترة اللي أنا فاتت أختلف مع الجهاز في حاجتين بس. أحسن باك ليفت في مصر حاليا هو عبد الله جمعة. حاجات كتير أداء وسرعاته ومهارته وانه اشول وفراته حاجات كتير قوي في الوقت دوت، الكفه ترجح لعبد الله جمعه. حاجه بسيطه جدا ممكن الناس تختلف على اللي انا هقوله، بس انا مقتنع تماما ان الفتره بتاعت صالح جمعه دي هي انسب فتره يتاخد فيها منتخب مصر، انه احسن صانع العاب يوديك للجون من اقرب طريق، لانه رجع بمستوى عالي جدا للمباريات الاخيره مع الاهلي. ولو لو بصيت للنادي الاهلي لادائه لسرعات فراودته لتهديفه صالح جمعه رقم واحد. والناس اتكلمت عن محمد هاني كمان، يعني كنت بشوف الناس كل الناس على تويتر وعلى فيسبوك كل الناس دايما بتتكلم عن الثنائي ده، الباك رايت محمد هاني والباك ليفت، ان ادائهم سنهم معدل اللياقه عندهم كان يؤهلهم جدا للتواجد في المنتخب في الفتره دي وانهم يبقى كمان بيعتمد عليهم. ومحمد بس وعبد الله مؤدبين زياده عن اللزوم فما بيعلقوش ما بيتكلموش. لا هم ما بيتكلموش، انا بتكلم عن راي الجمهور. هم انا بقول لك شفتش تصريح محمد هاني بيعلق فيه على حاجه، من احسن باك رايت وباك ليفت في مصر، من احسن باك رايت في مصر، من احسن باك ليفت في مصر طبعا، في وجود كمان احمد فتحي. يعني محمد هاني خد من الخبرات
راجل قاعد لأحسن باك رايت في أفريقيا، اتعلم منه، استمرارية لعبه في المباريات ادته من الثقة والثبات الانفعالي بما فيه الكفاية، زي ما حضرتك قلت. بس يمكن كان الشارع المصري كله مهتم جدا بعبد الله. هو ده التعليق اللي كنت بشوفه من ناس كتير جدا، من جماهير أهلي، جماهير زمالك، جماهير أندية تانية، بيتكلم عن رؤيته للأفضل أو الأصلح للمنتخب، إنه كان بيطالب بوجود هاني وعبد الله جمعة، محمد هاني وعبد الله جمعة مع المجموعة اللي موجودة مع المنتخب. بص محمد، ما عندكش واحد يكون يعني صانع ألعاب بلاي ميكر يوديك للجون غير عبد الله السعيد وتريزيجيه. وليد سليمان مش بلاي ميكر. وليد سليمان حل الالغاز. لا، وليد سليمان مكانه في الاساس بالزبط. المنطقه اللي كان بيلعب فيها محمد بركات، يعني بيلعب كهاف رايت، مهاجم من الناحيه اليمين. ورده من صانع العاب. هتلاقي تريزيجي شويه، وهتلاقي عبد الله السعيد شويه. اما صالح بيحلها من اماكن معينه. انا ما بقللش من قدرات اللي موجودين، ولا بعلي من كفه شيء مش موجود، لا. احنا الصالح العام. عموما احنا بنتكلم يعني دي فيها الانسب والاحسن لصالح الكره المصريه. عموما دي دردشه فنيه بنسمع فيها وجهات نظر. في النهايه القرار اتخذ خلاص، والاختيارات حق اصيل للجهاز الفني، وفي النهايه هو الاكثر حرصا على النجاح، لانه هينسب له بالتاكيد هذا النجاح، وهيثاب عليه من الجماهير واعلاميا وبكل الحسابات يعني الخاصه بوجوده ومسؤوليته الرسميه فنيا عن منتخب مصر، او بالحسابات كمان الخاصه بالتكريم والتقدير الادبي باذن الله لو كنا موفقين، وانه يثبت ان وجهات نظره هي الاكثر دقه وهي الاصح من خلال مشوارنا وادائنا في البطوله. وزي ما قلنا متفقين على انه ما فيش وقت للخلاف دلوقتي، والوقت فقط يكفي لدعم المنتخب، وانه الخلافات الفنيه او الرؤيه الفنيه هنتكلم عنها، والمناقشات دي هتكون ربما بعد نهاية البطولة إن شاء الله. لكن كنا فعلا من الآراء والأسماء اللي سمعناها اللي كانت بتتمنى وجود هذه العناصر إنها تكون فرص لدعم المنتخب ولأوراق واختيارات تدي فرصة وأفضلية للجهاز الفني في بعض الفترات بوجود كوادر زي محمد هاني وعبد الله جمعة، مع عدد من الأسماء زي ما قال كابتن عمرو الحديدي من وجهة نظره، زي نجم نادي الأهلي وصانع ألعابه الكابتن صالح جمعة. هو لاعب كمان واعد جدا في الفترة الأخيرة، واستعاد بريقه والكثير من قدراته الفنية. خلينا نتكلم شوية عن بعض يعني أمنياتنا للمنتخب. إن شاء الله يكون في أحسن حالاته، ويكون الجهاز الفني واللاعبين موفقين وفي أفضل حالاتهم، والدعم الجماهيري يكون زي ما حضرتك قلت كابتن عمرو مؤثر جدا وله أثر إيجابي على مشوار الفريق. الدوري المصري هنعمل إيه؟ معسكر خارجي، استعداد، النادي الاهلي بيرتب رحله للفريق لاسبانيا، كابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن امير توفيق مدير التسويق بيستعدوا للسفر غدا. القيد الافريقي، مين بطل دوري الابطال، مين بطل الكونفدراليه، هنعمل ايه في نهايه الموسم ده والموسم الجديد؟ هقول لك على حاجه، كابتن سيد ما هيسافر يعمل معسكر، هو عارف انه رايح يعمل معسكر للفريق اللي مسافر. مين اللي هيبقى موجود، مين مش هيبقى موجود، ده اعتقد قرار جهاز فني واداري للعرض على مجلس الإدارة. مين اللي هيبقى موجود يجي النادي الأهلي، ومين هيبقى مستبعد، مين هيطلع هيتم إعارته، مين هيتم شراؤه، ده كله لغاية دلوقتي أنت مش قادر تحسم. 11/7 نهائي بطولة أمم، النهائي، ما بعد كل اللعيبة دي هتدي 3-4 أيام وهتشتغل. نهائي الدوري عام لمباريات، 3 مباريات أو مباراتين لكل فريق، إذا كان الأهلي أو الزمالك. كأس مصر، المدة الزمنية بتاعت بدء الدوري انت لسه ما قلتهاش، لسه ما حددتهاش، لسه ما قلتش امتى. انت مش عارف مستر اجيري، مستر لسارتي لو كمل هيكمل لو خد الدوري، احنا لسه في مباراتين. طيب في اتفاق مع مدرب تاني واحنا مسافرين نشوفه، في نفس الوقت بنجهز للمعسكر بتاعه، وارد توقعات ان انا اكون مسافر وانا عارف ان في خبير. بس اعتقد معنى كلامك كابتن عمرو، هل تقصد انه فكره ان الدوري لسه ما اكتملش او ما انتهاش تصعب جدا فكره التغيير والترتيبات للموسم الجديد؟ انت لغايه دلوقتي مش قادر تحدد التغييرات او الثبات للموسم 19/20 تم ان لم يتم، لسه ما ظهرتش اي حاجه. انت في حاجه واحده بس، انت بتفكر في بطوله امم، بعدها مباراتين في الدوري العام، مباريات كاس مصر، ابتدي اجهز للموسم الجديد، وكل فريق تبقى لا. اعتقد الاجنده دي اتقفلت قبل بطوله الامم، لكل مجلس اداره نادي عارف ايه اللي مطلوب من عنده، كتب تقاريره اذا كان من الجهاز الاداري او من الجهاز الفني للاختيار مين ينضم للفريق، واستبعاد مين، اعاره مين، كل الكلام ده اتحسم. تجهيز للمعسكرات، يبقى انت بتبص على الموسم الجديد بنسبه 70% و30% بعد بطوله امم ان شاء الله لحسم الدوري العام.
ما هو رحلة أسبانيا إن شاء الله من أجل الترتيبات للمعسكر الخارجي الموسم الجديد، ترتيبات المعسكر الجديد وظهور اسم في أسبانيا لمدير فني جديد. لسه من وجهة نظرك ده لم يحسم بعد فكرة أنه الاستمرار أو التغيير في المياز الفني؟ في الحسابات ثلاث أو أربع أسماء هتحسم بعد نهاية الدوري، أو اتفق أو حصل تربيط أو حصل اتفاقات أو وصلوا لجزء معين من الاتفاق بعد نهاية الموسم أو بعد بطولة الأمم تظهر حاجات كتيرة مختلفة. طيب المقترحات اللي كان ممكن تحل المشكلة، في ناس بتقول خلاص الدوري شكله كده صعب السنة دي، الجدول مضغوط جدا، فكرة وارتباطات الأهلي والزمالك والفرق المصرية اللي كانت موجودة في البطولات الأفريقية، وتغيير الأجندة الدولية بموعد جديد لكأس الأمم عشان يتوافق مع أجندة البطولات الدولية، يعني الترتيبات الجديدة اللي تمت بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي كان مستحيل مع أن الموسم يمشي بشكل عادي. في ناس بتقول لا إحنا اللي ما اشتغلناش بشكل علمي وكان ممكن البطولة تبقى مواعيدها محددة ومرتبة بشكل أفضل كتير، رأي حضرتك إيه؟ مش إحنا كنا بنتكلم أنا وحضرتك في الفاصل إن في أندية زي المغرب نهاية الدوري وتونس بتلعب بدون الدوليين، إحنا قلنا قبل كده المغرب خلاص بتنهي الدوري وتونس يعني استقرت على الاستكمال بدون الدوليين. طب إيه المشكلة؟ وده كان مقترح اتقدم لاتحاد الكرة من النادي. المشكلة إن أنا كنت أستمر بدون الدوليين؟ كل نادي عنده أربع خمس أو لعيبة هم رمانة الميزان اللي هتعلي بطولة الدوري، أو اللي هو حاسس إن هي اللي تقدر تعلي كفة الفرقة دي، إن الأسماء دي لو مش موجودة وقعت اسم فريق. أعتقد النادي الأهلي أول من عمل تصريح وقال فيه أنا ما عنديش مانع إن أنا أكمل بدون الدوليين، صح الكلام؟ عشان ينتهي الموسم قبل البطولة، وده كان هيبقى حل مرضي جدا، عشان يبقى فيه فترة استشفاء للعيبة. أنت بعد بطولة الأمم عايز أكون أنا جاهز في الوقت دوت عشان أفكر في الموسم الجديد، ما يبقاش في لضم للموسم القديم والموسم الجديد ورا بعض، ما بيلحقش اللاعب ياخد راحته فالإصابات بتزيد. الموسم الجديد والاستعدادات له ازاي يكون افضل يا كابتن عمرو، وازاي نتفادى اخطاء فنيه في اجماع في الاراء على اننا شفناها في الموسم اللي لسه ما انتهاش؟ يبقى في وقت، يبقى في مساحه، يبقى في تخطيط بدون تغيير، تخطيط لمواعيد دوري عام بدون تغيير، بدون تجاوزات، مش لصالح الاهلي ولا لصالح الزمالك ولا لصالح غيره، الصالح العام اللي هو اجنده العمل بتحط فيها المواعيد بدون تغيير مهما كان حصل، مهما حصل بدون تغيير المواعيد ثابته. بيحصل اتفاق ما بين الأندية والمنتخبات والاتحاد بالمواعيد، مواعيد الاتحاد الخاصة بتجمع المنتخب ثابتة، مواعيد اللعيبة المرتبطة بأنديتها في الخارج، مواعيد الأندية اللي بتلعب أفريقيا، مواعيد الدور العام، كل دي أجندة فيها كذا مشهد، مشهد الأفريقي لمعاده، مشهد الدور العام لمعاده، مشهد كاس مصر لمعاده، مشهد المنتخب لمعاده. بلاش الملف ده يجي على الملف ده، بلاش الميعاد ده يعدي الميعاد ده. كل وقت بتتمنى يبقى في جدول محدد من البدايه للنهايه بدون تعديلات، بدون اي تغيير، بدون تغيير مهما حصل، مهما الاسماء الناس اللي تدخلت في الموضوع، مهما اسماء الفرق اللي هتمتنع عن الاشتراك، انا بحط شيء ما بيتمش تغييره، انا بحط منهج ومستني اخر سنه الامتحان. طيب ده على مستوى ترتيبات اتحاد الكره للموسم الجديد ان شاء الله. على مستوى النادي الاهلي وإدارة كرة القدم في النادي، الكابتن الخطيب خد قرار بلجنة للتخطيط والتطوير، الدكتور طه اسماعيل، كابتن زكريا ناصف، كابتن خالد بيبو. إزاي فنيا يبقى شكل الأهلي أفضل في الموسم الجديد ويبقى أكثر إرضاء لطموحات الجماهير على المستوى المحلي والأفريقي أيضا، لأن بقى عندنا مجموعة وإضافات وصفقات جديدة كان يفترض معاها الشكل الفني يبقى أفضل من كده كتير. أعتقد محمد الكابتن محمود لما خد قرار في وجود كابتن طه وكابتن زكريا وكابتن خالد في الوقت دوت، أنت لازم يبقى عندك لجنة للاختيار الأسماء اللي تنفع وجودها في النادي الأهلي، وتبقى في نفس الوقت لجنة تسويقية، اللعيبة المتبقية تعار لأي نادي أستفيد منه في الاحتكاك إنه هيرجع لي تاني. كلنا شفنا أحمد حمدي وشفنا أحمد ياسر والأداء لهما، عمر حمدي شفنا اللعب في حد ذاته محمد بيزود كتير قوي من أداء اللاعب. في الوقت اللي الكابتن خطيب خد فيه قرار لوجود لجنة، احنا بنحط نفسنا مكان اللجنة دي. اي واحد فينا شاف لاعب كويس في مكان بيروح يقول عليه النادي الاهلي احنا شفنا لعيب في المكان الفلاني كويس شوفوه، احنا كلنا بنعمل كده حتى لو احنا موجودين في اللجنة او بره اللجنة.
لما واحد من نجوم النادي بيطرح اسم بيقول لهم يا جماعه خدوا بالكم اللاعب الفلاني او انا شفت في بطوله داخل او خارج مصر اللعيب ممكن يبقى اضافه لها، فعلا بيلتفتوا لده وبيبداوا يبصوا على اللعيب. لا انت كنت هتتكلم مع مين؟ هتكلم مع كابتن سيد، كان زمان الكابتن رمضان، الكابتن ثابت الله يرحمه، وكابتن طارق الله يرحمه، بتقول كابتن علي عبد الصادق، انت بتقول لمدير الكوره انا شفت كذا. دلوقتي بقى في لجنه، ممكن تقابل الكابتن طه، ممكن تقابل الكابتن زكريا، تقابل خالد، تقول له ان في شفت كذا كذا. هو انت مش بتكتب تقرير، انت شفت من وجهه نظرك، عشان انت كنت في يوم من الايام في مكان الشخص اللي انت بترشحه وفي اسم رشحك، انت بتقول هذا اللاعب ينفع يكون موجود في النادي الاهلي، بصوا عليه. بتشوف ان ده حق النادي عليك بالظبط، عشان يحب المكان والكيان، فعايزه يكبر ومهما حصل دولاب بطولاته يتملي اكتر من مكان. ده انت بتشيل منه وبتضيف له، بتشيل منه القديم يتلمع وبتضيف له الجديد اللي عمره ما هيتشال تاني. تستمر بقى الدايره دي كده، التدوير دي موجوده، ازاي تبقى موجوده في النادي؟ التدوير دي موجوده في كل الاحوال. خلينا نتوقف كابتن عمرو مع فاصل قصير، وبعد الفاصل نستكمل هذا الحوار. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ونجدد الترحيب بالكابتن عمرو الحديدي نجم منتخب مصر ونادي الاهلي سابقا. اهلا بيك مره ثانيه كابتن عمرو. ربنا يخلص محمد. كابتن عمرو، انا بفتكر رايك وحوارنا معاك وقت الصفقات وفتره الانتقالات الشتويه، قلت ان النادي الاهلي تغلب على اي نقص في صفوف الفريق وكمل الفريق بصفقات كويسه جدا ومقنعه جدا فنيا في كافه الخطوط، وان الكره اصبحت في ملعب الجهاز الفني واللاعبين. شايف ايه بالنسبه للفتره دي، وايه الاسباب اللي خلت الاداء مش على قدر الاسماء وحجم الانفاق اللي النادي انفقه والصفقات اللي موجوده في الفريق؟ بص استاذ محمد، اللعيبه بتاع النادي اللي موجوده حاليا، اي مدير فني يبقى موجود لازم يكون في بصمه وفي اضافه. اللي موجودين هم الامكانيات بتاعت كل لاعب بتجمعها بتبقى مسمى فريق النادي الاهلي. كل واحد بيلعب باللي هو عارفه، من حارس مرمى لخط ظهر لنص ملعب لفراوده، لاداء مش هقول عليه ارتجالي، لا في تطوير، في ابتكار. انت بتبقى مشروح لك شيء في المحاضره وبتنزل بتنفذ شيء تاني خالص، عشان انت جوه الملعب جوه المطبخ بتادي باداء معين. مستر لاسارتي بيدي اسلوب معين للعيبه، اعتقد مش واصل بنسبه اكتر من 25%، مش اكتر من 25%. تطبيقه يعني لسه، تطبيق الرؤيه الفنيه اللي حطها المدير الفني لاسارتي للفريق، لسه الرؤيه الفنيه دي مش شايفها في الملعب كما ينبغي، لسه انت اما انها مش واصله للعيبه بالشكل الكافي، او انها محتاجه تطوير. اداء رمضان صبحي هو اداء رمضان صبحي اللي هو جاي بيه، مفيش اضافه من المدير الفني وتطوير من اداء رمضان. نفس الكلام لحسين الشحات، نفس الكلام لوليد ازارو، نفس الكلام لاجاي لجيراردو، كل ده لعمرو السولية. في فعلا اجماع في الاراء على النقطه الخاصه برمضان صبحي، نجم امكانياته عاليه جدا طبعاً، فنيا وبدنيا. الكل بيقول انه شغل الجهاز الفني اللي ممكن بقى يخليه يطلع احسن ما عنده، يخليه يوصل لافضل انتاج له كلاعب محترف في الملعب. انت عكست بقى، ده شغل مدير فني. انت عكست اللي ظهرت امكانياته اللي هي موجوده جواه لاصراره، هو صالح جمعه بس. صالح جمعه بس. انت ما احتوتش حسين الشحات في امكانيات حسين، عندي حسين اكتر من كده، عند حسين الشحات اكتر من كده، عند رمضان اكتر من كده. انت وصل بيك انك كنت بتبقى شايف عدم سوء توفيق كبير لازارو، وانت مصمم لوجوده في الملعب وبتدي مده بسيطه قوي. طيب لمروان، هنعرض وجهه نظر ثانيه، الناس اللي لها وجهه نظر وبتقول انه لاسارتي الفتره اللي فاتت قدر يرجع لاعبين لمؤشرات اداء افضل فني وبدني، زي
أهداف مروان في الفترة الأخيرة بعد ما كان بعد عام كامل قضاه في مرحلة إصابة ورحلة علاج، زي عمرو السولية وأنه بدأ يبقى له دور هجومي شوية يضاف لقدراته الدفاعية في نص الملعب، زي يعني صالح جمعة وأشدت بأدائه في الفترة اللي فاتت كابتن عمرو. ففي قضية خلافية هنا، في ناس بتقول أنه فنيا لاسارتي له بصمات رجعت بعض اللاعبين وإنتاجهم بقى عالي في الأهلي، كانوا الفترة اللي فاتت إنتاجهم محدود جدا، رأيك إيه؟ ممكن أكون أنا عندي سوء توفيق وعدم ثبات في أدائي، بس المفروض دول لعيبة النادي الاهلي احسن لعيبة في مصر يكون عندهم الاداء. في ناس تانية مستمر ثابت على في ناس. هقول لك حاجه من ضمن الحاجات برضو اللي انا كانت يعني مقلقاني، ياسر ابراهيم وايمن اشرف. ياسر ابراهيم وايمن اشرف انا مقتنع ان ياسر ابراهيم من احسن المساكين في مصر، بس في حاجه مش مظبوط. محمد هاني قصدك كدويت وتفاهم مع بعض كمساكين في الملعب. احمد فتحي، علي معلول من ضمن الناس اللي موجوده وهايله. علي انت بتتكلم ان علي معلول اهو اداء رجولي وفردي لاداء لمستواه. عمرو السولية حته الامكانيه، مروان لتهديفه، صم وليد ازارو عن التهديف، دي ملهاش دعوه، هي درجه تركيز اللاعب والاخطاء البديل اللي هو فيها. مثلا وليد ازارو كفيرويد وانا قاعد على دكه التحتيات بتفرج عليه الاداء ايه اللي هو مش موفق فيه، وفجاه بنزل اادي الاداء واللي وقع فيه وليد ازارو انا بتلاشاه، فبظهر ان انا في الوقت دوت امكانياتي اعلى درجه تهديفي. طب ايه اللي ممكن نعمله يعني قوي؟ ايه اللي ممكن يخلينا نوصل لافضل درجه من التفاهم الفني، او ان رؤيه الجهاز الفني بقياده لاسارتي وكل الخبرات الموجوده في الجهاز الفني للاهلي توصل كامله الرؤيه دي للعيبه ويطبقوها بافضل شكل، وان اللعيبه يوصلوا مع الجهاز الفني لافضل معدلات ادائهم الفني والبدني في المعسكر القادم في اسبانيا ان شاء الله؟ ايه المطلوب اكتر اللي شايف ان احنا نتلافاه او نتفادى تكراره من الموسم الحالي عشان ادائنا يبقى مؤشراته مختلفه خالص فنيا؟ اقتناع اللعيبه بامكانيات المدير الفني بتاعها. اللعيبه لو المدير الفني مقنع بفكره وادائه هتشوف ابداع من اللعيبه من كل خطوط الملعب، من اول الحارس لغايه الفيرود لغايه البدلاء. اقتناعك بقيمه وفكر المدير الفني اللي انت شغال معاه. بس دي موجوده طول عمرها في لعيبه الاهلي يا كابتن عمرو، يعني النهارده لك خبرات كنجم محترف في النادي الاهلي كويس وفي منتخب مصر، كنت دايما معروف وبتقول لنا انه من الاساسيات والمبادئ المتفق عليها في النادي الاهلي ان اللاعبين طالما النادي تعاقد مع جهاز فني ومدير فني فاولا بيبقى فيه مراعاه لكوادر معينه متميزه فنيا في الجهاز الفني عشان تتولى مسؤوليه اسم بحجم النادي الاهلي، وانه اللاعبين بيحترموا ده بلا حدود، يعني خلاص بيحاولوا يطبقوا. يعني دايما تقول ان اللاعب في النادي الاهلي بيسمع تكليفات مدربه طبعاً. مش بيلعب بمزاجه في الملعب. كان كابتن صالح وكابتن طارق يقول لك قران، فده موجود، المفترض ان ده موجود طبعاً. في اللاعبين او انهم مدركين تكليفات الجهاز الفني ورؤيته الفنيه والخططيه مهمه بنسبه قد ايه، ولكن عايزين حاجه ترضي الجمهور او مقنعه اكتر، ان ببساطه الناس شايفه المجموعه اللي موجوده ممكن تقدم كوره احسن من كده، عندها ثقه في ان المجموعه اللي موجوده في الاهلي اقوى من كده. عشان كل واحد رسم اللاعب او التيم اللي موجود ده هينفذ اعلى درجه لطموحه، لا ده اقل درجه في طموحه. فوصل انا مش متعود ان ده مش دي امكانيات الفرق اللعيبه اللي انا شايفها عندها اكتر من كده. انت لو بصيت لعيبه النادي الاهلي في اواخر خمس ماتشات انا بفكر في التهديف وبعدين الشكل الجمالي. طول عمر النادي الاهلي استحواذ شكل جمالي سكور عالي، طول عمر النادي الاهلي كده. ده كان مستر هولمان يقول لك ايه، هي ربع ساعه انا مش هتكلم، هي ربع ساعه وعايز اشوف. كنا بنقعد نتفرج، احنا كنا بنقعد نتفرج. مستر هولمان كان بيقول للصحافه والاعلام انا ما يهمنيش لو دخل مرمى هدفين، انا بجيب اربعه وخمسه في الماتش، يعني بلعب اربع تجوان بكسب خمسه اتنين. وكان يقول لك انا متاكد ان مرمى مش هيجي فيها اهداف، في كابتن احمد شوبير وكان في عندي خط. وقال لو دخل مرمى هدف مره سئل ليه بيدخل مرمى اهداف، قال لهم انا بلعب كره هجوميه صريحه في الملعب وبجيب اهداف كتير جدا. هقول لك على حاجه قالها مستر هولمان في وجوده في نادي الزمالك، بيسألوه في أحد القنوات أو في أحد البرامج، قال لك أنا كان عندي اتنين في النادي الأهلي في خط الظهر، مشير حنفي وعمرو الحديدي، كنت بقى مطمئن جدا لإمكانياتهم واتفاقهم مع الكابتن أحمد شوبير إن احنا كنا بنوصل للأسبوع ال 18 ما يخشش فيك هدف.
طبعا بمساعده الزملاء وكان محمود ابو الدهب لما كنتوا ايامها عاملين كمان الجيل ده كان عامل ارقام احسن دفاع واحسن هجوم في الدوري يعني اعلى نسبه تهديف مباراة واقل اهداف بتخش 18 مرمى مباراه لم شبكه نادي الاهلي عذراء واعلى نسبه تهديف لفراوده النادي بعدين المجموعه دي اللي اسمائها كانت مع بعض في الدفاع كانت قويه جدا يعني كابتن عمرو الحديدي مع كابتن ابو الدهب وكابتن مشير حنفي وكابتن سمير كمونه بنتكلم عن مجموعه كلها عندها امكانيات مجموعه قويه فعلا الحمد لله يعني هي كان ادائكم بالارقام مميز شوف انت لسه بنقول ايه اقتناعنا بامكانيات المدير الفني واحنا عندنا الاداء اللي احنا ننافس مدير فني مقنع باداء وفكره بينطبع على اللعيبه واللعيبه في وجودها في الملعب تبتكر بالاسلوب اللي هي عشان هي في الوقت يعني هل ببساطه شايف ان احنا محتاجين درجه تفاهم اكتر فنيا بين الجهاز الفني واللاعبين في الموسم الجديد طبعا او تبدا من خلال معسكر التحضير في اسبانيا في الوقت اللي انت يا استاذ محمد هتبقى مقتنع بيه جدا ان اداء اللعيب ده هنقول مثلا استاذ محمد الجندي لعيب هايل في الوقت اللي انت بتتالق فيه بتتصاب الشغل كله فني وبدني وطبي كل حاجه محتاجين نوع من منظومه مكتمله انها يعني تبقى اكثر الهارموني فيها الانسجام طبعا في الموسم الجديد خلاص هي مجموعه نقاط بتجتمع مش نقص على صفوف الفريق لا لا لا, لا. ولا احتياج لصفقات جديده لانه لا لا لا. فعلا النادي انفق وحقق صفقات مهمه جدا انت لو رجعت اللعيبه اللي انت طلعتها اعاره انت خدت كل اللعيبه الموجوده في مصر انت لو رجعت اللعيبه اللي انت طلعتها اعاره لانديه اخرى خدت احسن لعيبه في مصر انت مش محتاج حد تاني هتجيب مين تاني رجعت احمد ياسر رجعت احمد حمدي رجعت عمار رجعت حسين السيد انت عايز مين تاني ما انت عندك في كل مكان ثلاث لعيبه اهو وفي صفقات اقنعت الجمهور كمان يعني دخلوا في المباريات الاساسيه وفي التشكيل الاساسي واقنعوا الجمهور بسرعه جدا وبقى في اعتماد وثقه فيهم جماهيريا واعلاميا وفنيا في النادي زي ياسر ابراهيم وحمدي فتحي يعني ثبتوا اقدامهم بسرعه جدا مع الفريق انا هنا مع حضرتك قلت لك احسن ديفندر في مصر صغير السن بسم الله ما شاء الله ربنا يكفي شر الاصابه حمدي فتحي واحسن لعيب في مصر في نص الملعب محمد محمود افتكر كلامي اهو انا فاكر هيبقى الفتره اللي جايه دي هو ربنا ليه حكمه ان هو بعد في الفتره دي للاصابه هيبقى احسن لعيب في مصر هو مصر هتعتمد على محمد محمود وحمدي فتحي محمد بس ما كانش موفق انه الاصابه جات له بسرعه جدا بعد الانتقال للاهلي وكانت لمساته حتى فيها ثقه وفيها كنت هتلاقي رقم مهارة كبيرة في المباراه دي بس سنه صغير وان شاء الله يرجع بقوه كنت هتلاقيه موجود في منتخب مصر ان كمستر اجيري مقتنع باقتناع تاني كبلاي ميكر مهم جدا بس انه لسه صغير يعني ان شاء الله يرجع بقوه خلاص بالجراءه دي وفي السن دوت وبيلعب كده ومش هايب ان هو ده اداؤه وهو اللي كان في الاختيارات الموجوده مع منتخب مصر قبل انضمامه للاهلي كمان يعني طبعاً. كان بدا كان موجود في منتخب مصر قبل ما بدا ينضم لمعسكرات المنتخب قبل ما ينتقل للاهلي بالظبط ومن اللاعبين وكان في اسماء كان بيعتمد عليها وكانت المنتخب بيفكر فيها قبل ما تيجي النادي الاهلي كان منها الاسماء دي عمرو الحديدي وائل جمعه مجموعه من الاسماء اللي كانت دايما بينظر لادائها مع انديتها حتى وكان ده سبب من اسباب انتقالها للنادي الاهلي بتبقى موجود في ناديك ومميز الانديه الاخرى بيبقى فيها نظر بتشوف ده لعيب دولي خلاص بيبدا يخش زي طاهر محمد يعني في اسماء ما انت دلوقتي لما بتبقى في ناديك لعيب مميز بتنتقل لازم تضيف صحيح لازم تضيف بيضيف لك اسم وثقه لوجودك في النادي الاهلي وبتضيف لاسم النادي الاهلي ادائك اللي هو بناء عليه تم اختيارك دي صعبه قوي يعني في نقطه من ضمن الكلام اللي احنا بنقوله بص احمد علي فتره وجوده في منتخب مصر عايز يعمل لنفسه حاجه مع ان هو اكبر اللعيبه في الفراوده سنا عايز يقيس لنفسه قيمه معينه ان انا هداف دوري وانا جدير ان انا اكون موجود في منتخب مصر شايف المباريات اللي باقيه من عمر الدوري المصري ازاي هيستكمل بقى باي سيناريو هيقرره اتحاد الكره ولجنه المسابقات بالتنسيق مع الانديه الاهلي والزمالك كل الاطراف اللي هي المعنيه بالقمه والمنافسه على لقب الموسم ده راجعين على مباريات قويه دايما مباريات الدوري والتوقف بيبقى قبل الموسم الجديد بيبقى في فتره كده بين الدور الاول والثاني وبنبدا المباريات بشكل تدريجي فني من الاقل للاقوى لكن احنا راجعين على مباريات مصيريه مباريات كانها مباريات كؤوس ومباريات نهائي في الكؤوس اهلي ومقاولين مقاولين والزمالك زمالك واسماعيلي اهلي وزمالك صح انت حسبت الملف بتاع الهبوط انت منتظر ملف التتويج انا قلتها بقولها تاني كانت الناس مقتنعه ان فريق الزمالك تكسب كل الماتشات والاهلي يكسب كل الماتشات حصل العكس الاهلي وصل للي هو عايزه من الموسم ده للتصحيح للموسم القادم الزمالك كان في الوقت دوت هو الاقرب في نفس الوقت هو اللي بعد شويه
الناس بقى بتتخيل مباراه المقاولين هي طوق المناجاه للنادي الاهلي، مباراه الاسماعيلي مع الزمالك هيعملوا ان شاء الله ان شاء الله. افتكر اللي احنا بنقوله اهو، هتبقى مباراه القمه محسومه للنادي الاهلي قبل ما المباراه تيجي. متوقع ان الدوري يبقى محسوم للاهلي قبل مباراه القمه. ما انا قلت كده، قلت اللاعبين لاعبي نجوم النادي الاهلي، نجوم النادي الاهلي يستحقوا ان الناس زعلت وانتقدت في بعض المباريات، المستوى الفني مش مرضي، الكره الجميله كره النادي الاهلي مش موجوده، ولا يستحقوا الاشاده لانهم قدروا يجمعوا اكبر عدد من النقاط في الدور الثاني ويتصدروا المسابقه ويتداركوا الخلل الفني والدروب اللي حصل في الدور الاول. هنقولها على جزئين صغيرين قوي. حزن الجماهير لاداء النادي الاهلي، هو عايز عشمان في لعيبه النادي الاهلي يكون عندها عايز فوز واداء ونتائج وكل حاجه. انا عايز افريقيا وعايز دوري وعايز كاس وعايز سوبر، مش عايز اكتر من كده. انت بعدت عن الدوري، قال لك ركز في الكاس ركز في الدوري. النادي الاهلي متعود انه بيحصد البطولات اللي بيشارك فيها ايا كان الموسم. قصدك لما بعدنا عن بطوله افريقيا ان خلاص تركيز على الدوري دلوقتي، خلاص افكر في الدوري. انا عايز ابقى متواجد، مش هتبقى دي ولا دي ولا دي. النادي الاهلي عمره ما خرج بره اطار ان البطولات المطروحه للمسابقه ملك النادي الاهلي. لو اخفقت في بطوله في ثلاثه او اثنين موجودين، انت معود جماهيرك انك بتاخد ده كله، فخلاص مش مطلوب منك اكتر من انك انت تركيزك يعلى عن المعدل العادي لاسعاد جماهيرك اللي واثقه في امكانياتك. نقول لك شابوه في حاجه واحده، انت كنت بعيد وقربت من التتويج، بس ما تتكررش تاني عشان الدرس بيتحفظ مره واحده بس. الدرس بيتحفظ مره واحده بس، احنا اتعلمنا من الاخطاء، ما تتكررش في الموسم القادم. يبقى بقى التركيز المعروف عن النادي الاهلي وانه بيبدا يبقى سابق في المسابقه من بدايتها، يعني متفوق على المنافسين من بدايه المسابقه، وهم اللي بيحاولوا يقربوا يلحقوا عدد النقاط اللي عند الاهلي، ده اللي احنا اتعودنا عليه. بالزبط. فاللي حصل الموسم ده باستثناء انا مش هوصل بيها الكلام اللي انا بقول، ان انا اعداد وتجهيز واحلال وتجديد، دي مش شماعه. النادي الاهلي ما عندوش شماعات لده. انا جبت نقاط القوه اللي تعلي كف النادي الاهلي من الاسماء اللي اتضافت الفتره اللي جايه. انا فهمت الدرس الاولاني، ماليش نصيب في بطوله افريقيا، انا موجود في الدوري. لو خدت الدوري وعودت جماهيرك، او زي ما جماهيرك اتعودت انك انت متعود تحصد له المجاميع كلها للبطولات اللي هو بيتم التنافس عليها، فهو بيقول لك انا مش عايز منك اكتر من التركيز، اكتر من المعدل العادي 100%. افهم الدرس، فهمته كويس، انت صعبت علينا المهمه وسهلتها على نفسك في الاواخر. انا فهمت الدرس كويس كجماهير، وانت فهمته كلاعيبه. الاداء اللي هيفرحني انك تاخد البطوله للفتره اللي جايه، بعد كده هتلاقي جماهير النادي الاهلي اوتوماتيك. نفكر بقى في الموسم اللي جاي، وان شاء الله يبقى دوري وافريقيا وكاس، يبقى الشكل مختلف بقى. بالظبط ان شاء الله باذن الله نكون موفقين، وزي ما قال كابتن عمرو الحديدي يبقى في انطلاقه جديده للفريق والتحضير للموسم الجديد بافضل شكل ممكن، مع تركيزنا على المباريات المتبقيه واستكمال الدوري المصري ان شاء الله، والفوز بالبطوله يكون من نصيب نجومنا والجهاز الفني واللاعبين في فريقنا الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي، ويكلل مجهودهم هذا الموسم بهذا النجاح بحصد بطوله الدوري الممتاز، ولكن الشكل كمان يبقى افضل على كافه المستويات، الاداء والنتائج والتركيز ووصول اللاعبين لافضل حالاتهم او للتوب فورم فنيا وبدنيا، واعلى درجه زي ما قال ضيفنا الكابتن عمرو الحديدي من الانسجام والتفاهم الفني بين الجهاز الفني والرؤية المشتركة اللي بينقلها للاعبين لتطبيقها في المباريات. أسعدتنا بوجودك معنا النهاردة، بشكرك جدا يا كابتن عمرو، وإن شاء الله تتكرر لقاءاتنا معاك ونسعد بيك على شاشة قناة الأهلي. شكرا استاذ محمد، أنا اللي أسعد، ربنا يكرمك، وأتمنى أكون موجود في قناة النادي الأهلي اللي بتحسسنا إن إحنا ما بعدناش خالص، إحنا لسه موجودين في بيتنا النادي الأهلي، وبالتوفيق النادي الأهلي ومجلس إدارته ولاعيبته إن شاء الله، ودايما بتنورنا في بيتك وعلى شاشة قناة الأهلي يا كابتن عمرو. ربنا يخليك. بشكر الكابتن عمرو الحديدي نجم الكرة المصرية ونادي الأهلي سابقا هذا الحوار، بشكر حضراتكم على المتابعة، ولكن ابقوا معنا، فقراتنا مستمرة في الأهلي ليلة بعد الفاصل، زميلي العزيز الكابتن خالد العوضي وحواره ومتابعته للرياضات الأخرى بعيدا عن عالم كرة القدم، وهيستضيف النهارده في استوديو قناة الأهلي وعلى شاشة قناة الأهلي الكابتن حمدي الصافي نجم نجوم الكرة الطائرة في مصر وفي النادي الأهلي سابقا.
مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. في الفقرة الثانية النهاردة في الأهلي الليلة بيكون معنا نجم حفر اسمه وتاريخه، وهو لاعب من فعلا من نجوم الكرة الطايرة، تاريخه مش هيتنسي أبدا كلاعب، من أحسن لعيبة جت في أفريقيا، خد ألقاب كتيرة شخصية ليه، هو أحسن ضارب في أفريقيا وأحسن استقبال وأحسن إرسال، خد ألقاب كتيرة، لكن ما شاء الله عليه كمان وهو مدير فني معانا دايما بنكون مستمتعين، ودايما يعني بنقول ان هو حقق ألقاب كتيرة برضو كمدير فني سيدات الكرة الطايرة في النادي الأهلي. خلينا نرحب بكابتن حمدي الصافي نجمنا الكبير النهارده. كابتن حمدي منورنا ومشرفنا. الله يخليك كابتن خالد، أنا مبسوط طبعا بوجودي معاك النهارده. تقريبا كل سنه في الوقت ده بنتقابل، يعني بنفس اللقاء، انا فاكر السنه اللي فاتت في نفس الوقت ده تقابلنا، وانا سعيد طبعا وببقى متفائل لما بتواجد معاك في بدايه اي موسم. الحمد لله يا رب يكون موسم خير عليك باذن الله. ان شاء الله. معانا خبرين وهنبتدي معاك على طول. معانا خبرين النهارده، خبرين مهمين. 5 سباحين في النادي الاهلي بيشتركوا مع منتخب مصر للسباحه في بطوله العالم المقامه في كوريا من فتره، من 21 28 يوليو. 5 سباحين، احمد اكرم وعلي خلف الله ومحمد سامي ميشو وسارة سليمان وهانيا مورو. هانيا مورو بتشترك في بطولتين العالم، واحده سباحه قصيره وواحده سباحه طويله او السباحه المفتوحه في المياه المفتوحه. ان شاء الله باذن الله كل امنياتنا طيبه ليهم بتحقيق ارقام وتحقيق مراكز ان شاء الله متقدمه في بطوله العالم، ان هم فعلا جيل يحترم في السباحه، محققين بطولات كثيره وانجازات كثيره في السباحه المصريه في السباحه القصيره بالذات. هنروح للخبر الثاني، وهو خبر برضو من نجمنا، من لاعب كان موجود في النادي لمدير فني لمدير نشاط رياضي، تاريخه كبير جدا داخل النادي الاهلي، ودي الحاجه اللي احنا كلنا بنشرف بيها، ان اولادنا في النادي الاهلي، وكابتننا اكيد هو كابتني، لكن اولادنا في النادي الاهلي او ابناء النادي الاهلي بيشرفونا في كل الاماكن. هو بدا حياته كلاعب وكابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر لكره اليد، وبعد كده تدرج مناصب كثيره، مديرا فنيا لمنتخب الكبار لكره اليد، وتحقيق بطوله افريقيا في 93، وكمان كان مدير فني لمنتخبات شباب ومنتخبات الناشئين. ما شاء الله تاريخ كبير، ولسه تاريخه بيكمل، ان هو الاتحاد الدولي اختاره في وقت من الاوقات لترافلينج كوتش. ترافلينج كوتش دي عباره عن بياخد الكوتش من كل انحاء العالم ويبتدي يدي خبراته للدول الاخرى، هو وكابتن محمد الالفي. وفي الاخر كمان لسه كان مدير فني نادي الشارقه ومديرا فني ومدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي ونادي سموحه سابقا، وهو كابتن عاصم السعداني المهندس المدني. ما شاء الله فعلا انجازات كتيره. ايه اللي حصل مع كابتن عاصم السعداني؟ اتعين مديرا رياضيا للاتحاد الصيني لكره اليد. ده شرف ما بعده شرف، لان كابتن عاصم فعلا في كل الالقاب اللي حكيت لكم عليها دي القاب كتيره قدر يحققها، وعنده طموح لا ينقطع من كابتن عاصم السعداني، زي ما احنا قدامنا شايفين في الصوره في بطوله كره اليد الشاطئيه في المقامه في 2019 مقامه في الصين دلوقتي. هو كان في مدينه شاندو وينج في الصين، وهو قدامنا في الصوره مع الجايد بتاعه اللي هو على شمال الصوره، اللي هو الولد بنضاره والناس الاخوه الافاضل من الاتحاد الصيني، وهنا ساعه ما كان بيدي محاضرات تدريبيه. ما شاء الله عليه كابتن عاصم السعداني، الطلب رسمي ان هو يكون هناك متواجد في الاتحاد الصيني لكره اليد، ودي صوره برضو متواجد في الاتحاد الصيني لتطوير كره اليد الصينيه. دي اول مره في تاريخ اعتقد في تاريخ مصر ان يكون في حد موجود داخل بلد غير البلاد العربيه اللي احنا عارفينها، كلنا بنعرف ان بنروح البلاد العربيه، لكن اول مره نخرج خارج النطاق العربي، واعتقد دي اول مره في كره اليد. اكيد كابتن عاصم السعداني قيمه كبيره جدا جدا جدا، اكيد كنا عايزين نتواصل معاه، لكن لظروف التوقيتات اللي بيننا وبين الصين دلوقتي الساعه 4:30 5 الصبح عنده، لكن هو فعلا تجربه جديده ليه، وهو قال لي كده دي تجربه جديده، وهو سعيد جدا جدا بالتجربه. اكيد ان هو يكون موجود هناك تاني مره، بقول ده شرف كبير لينا كلنا كنادي اهلي ان هو يكون من النادي الاهلي، وفي نفس الوقت شرف ان يكون مصري متواجد بيطور كره اليد الصينيه. خلينا نبدا مع كابتن حمدي صافي حوارنا عن كره الطايره، نسيب كره اليد ونروح لكره الطايره، لكن كابتن حمدي اكيد لازم الخبر ده خبر مهم جديد علينا، ان يكون حد متواجد في الاتحاد الصيني لكرة اليد، لأن برضو أنت لعيب كرة طايرة كبير، لكن أكيد ده حاجة شرف لينا كلنا. أكيد طبعا، يعني لازم نتوقف قدام الخبر ده كتير أوي نحلله. يعني واحد مصري من أبناء النادي الأهلي في دولة زي الصين، عارفين الصين متقدمة رياضيا إزاي، عاوزة تطور كرة اليد في الصين، ما راحتش لأوروبا، ما راحتش لأسبانيا، ما راحتش للدول المتقدمة في كرة اليد، لا لجأت لواحد مصري. فأكيد الراجل ده يعني عنده خبرة كبيرة جدا، عنده قوة في كرة اليد عالية جدا،
جدا انهم يستخدموه في تطوير كره اليد في الصين. بالاضافه لان انا تعاملي مع الكابتن عاصم الحقيقه راجل شخصيا تعاملت معاه ده مدير النشاط الرياضي فتره في النادي الاهلي سابقه. راجل محترم جدا، راجل منظم جدا، راجل فاهم جدا. الحقيقه يعني بيساعد اي حد على الشغل. انا بشكره على الفتره اللي قضاها معانا في النادي الاهلي، وبنتمنى له التوفيق طبعا في المهمه الجديده، انه يشرف النادي الاهلي ويشرف مصر، ومش غريب على ابناء النادي الاهلي بالتفوق في اي مجال. يعني مش غريب على ابناء الاهلي في كل مجال اكيد. احنا بقى بنقول لك الف مبروك على تجديد الثقه مره اخرى من مجلس الاداره لكابتن حمدي ونجمات الذهب. اكيد اضافه كابتن حمدي صافي كمدير فني للنادي الاهلي لكره الطايره دي اضافه بالنسبه لي شخصيا، ودي حاجه ساعداني جدا. فالف مبروك على تجديد الثقه. الله يبارك فيك، ويعني والله يكون في عوني بقى. الله يكون في عونك. اه بجد والله. ليه الموضوع دايماً؟ الموضوع بيبقى صعب يا كابتن خالد. كل سنه بيبقى اصعب من اللي قبله. ليه؟ يعني خمس سنين انت بتربى على عرش افريقيا، وعربيا خسرنا اول بطوله الاخيره بس احنا عندنا رصيد كويس منها. محليا متربع على الدوري والكاس، يعني الموضوع مش سهل خالص يعني. وكل سنه بتبقى اصعب من اللي قبليها. كل سنه بتقابل مشاكل كتير، ناس كتيره حواليك بتطور وبتصرف وبتطور في فرقها وعاوزه تزيح البطل. ده شيء طبيعي اكيد، ده شيء طبيعي. فالموضوع مش سهل، مش سهل. حمدي بتحس ان لما النادي الاهلي بيقول ان كابتن حمدي صافي مدير فني للنادي الاهلي مسؤوليه، الكره مسؤوليه طبعا. بتحس ان في يعني ما زعلش مني بكلم بصراحه، نكد جايه عليك، في فرحه جايه عليك، في ايه؟ بتحس ان في ضغط هيبقى زياده عليك، بتحس ايه بالظبط؟ لا بحس بمسؤوليه طبعا. مسؤوليه النادي الاهلي مش قليل. انت عندك نادي، وكل ما بتكسب بطوله مسؤوليه اكتر. كل ما تكسب بطوله مفيش حاجه اسمها خساره. لا عندك. الناس خلاص تعودت. فرقه الطايره بنات بقى لهم خمس سنين مسيطرين على كل حاجه. بيبقى في كبوات بسيطه بس اكتر من 90% من البطولات بياخدوها، فدي مسؤوليه. انت بتلعب والناس خلاص عارفه ان متوقعه من الفرقه دي ان هي تكسب، ده مسؤوليه صعبه وحاجه صعبه يعني. خلينا نبدا الموسم او خلينا نبدا السيزون. اكيد انت بتقعد مع نفسك واكيد بتقدم تقرير في النشاط الرياضي، لكن خلينا نقول ان الموسم اللي فات ايجابياته ما شاء الله الكابتن حمدي صافي خساره بطوله واحده من اربع بطولات، لكن على مدار السنين اللي فاتت كلها ما شاء الله بطولات داخل النادي الاهلي على ايد كابتن حمدي صافي ونجمات الدهب. خلينا نقول في سلبيات، نبدا بسلبيه معينه او سلبيات اللي انت كتبتها او شفتها جوه قرارات كابتن حمدي صافي وقلت ان شاء الله انا هعالجها السنه دي في السيزون الجديد. بصراحه الموسم اللي فات كان اصعب موسم من ساعه ما دخلت النادي الاهلي. سواء على مستوى تدعيم الفرقه، على مستوى تجديد لنجوم الفرقه، على المحافظه على كيان الفرقه، المهمه مش سهله خالص. انت بعد كميه الانجازات ديت لازم تحافظ على كيان الفرقه ده، فكانت مهمه صعبه جدا ان انت تحافظ على كيان الفرقه ديت. عمليه التجديد للاعيبه كانت عمليه صعبه جدا وسابت اثار سلبيه على لحد البطوله العربيه، وكانت من اهم اسباب خساره البطوله العربيه عمليه التجديد في لعقود اللعيبه. ده سر بقوله لاول مره. ده سر واضح جدا. يعني كابتن حمدي الصافي ما خسرش غير البطوله العربيه تمام السنه اللي فاتت ما شاء الله، ماتش واحد كمان تمام وكسبان كل السيزون لكن خسر البطوله. هي دي السلبيه الكبيره عندك في ال كانت سايبه اثار نفسيه شويه على بعض اللاعبات. كانتش الفرقه اتلمت نفسيا لحد البطوله العربيه الحقيقه. دي حقيقه. فبالاضافه طبعا مش هنغفل طبعا غياب بعض العناصر، ده كان عامل مؤثر، بس احنا كنا بالتيم اللي موجود كنا نقدر نكسب. غياب الجماهير في النهائي طبعا سلبيه كبيره جدا. لو كان موجود الجمهور، لان احنا كنا بنخسر الشوط على فرق بونتين. فكان الجمهور هيفرق معانا كتير قوي. اكيد وجود اكتر من لعيبه جوه منتخب مصر للسيدات اكيد ده حاجه بتؤثر في كابتن حمدي الصافي نفسيا، بيكون مبسوط ان اغلب لاعبات منتخب مصر من الكره الطايره من سيدات النادي الاهلي. الحمد لله. بص يا كابتن خالد، احنا ماشيين في النادي الاهلي في الكره الطايره بمبدا انا اتكلمت فيه قبل كده معاك، ان انا نمره واحد عندي القطاع الناشئات بتاعي ببص له، اللي بحتاجه بلاقيه باخده، بدعم في اضيق الحدود. يعني لو بصيت في خلال خمس سنوات احنا ما دعمناش غير بثلاث صفقات من خارج النادي. من خارج النادي كويس. اول سنه ما كانش فيه صفقات خالص. كملت شغل كابتن جمعه الله يرحمه، رحمه الله عليه، وكانش فيه صفقات خالص. كان الناس اللي موجوده بعناصر الخبره، كملنا بشويه ناشئات، رب اخذنا العلامه الكامله الحمد لله. تاني سنه دعمنا بآية الشامي الحمد لله علامه كامله. السنه اللي بعديها دعمنا بفريده العسقلاني. اخر موسم ده دعمنا بسارة امين. يعني في خلال خمس سنوات ثلاث لعبات. مفيش بقى الكلام اللي يقول لك اصل كابتن حمدي صافي عمال يجيب ويودي. اجيب واودي ايه؟ انا باخد ثلاث لعبات في خمس سنوات بكام بطوله؟
16 بطولة. اللهم صل على النبي بصراحة. اللهم لا حسد. كل ما قدامهم كام ناشئة طالعهم؟ قد إيه بقى؟ كتير. عد كتير. عد 4 5 في سيزون مثلا. عد ده أقل حاجة. 4 5 في سيزون. 4 5 في سيزون. أقل حاجة 3 4 كل سنة لازم يطلع الفريق الأول أسماء جديدة. أسماء جديدة عندك. هل ده من كابتن حمدي صفر؟ إن أنا مع المدرسة دي إن لازم أي فرقة في العالم بتلعب رياضة لازم يخش عليها عنصرين كل سنه تقريبا مينيمم عنصرين. كابتن حمدي صفي من المدرسه دي طبعا انا بلعب باسم النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني بطوله مطلوب منك بطوله. لازم كل سنه دعم، لازم كل سنه اطلع ناشئات، لازم كل سنه جدد. في ناس بتفهم التجديد الدماء او الاحلال والتجديد بصوره غلط. مش احلال وتجديد او تجديد دماء ان انا اباركن الخبره والقديم، لا ده انا بطلع معاه حد صغير ياخد خبره منه ويمشي. فاهمني؟ الاثنين يمشوا مع بعض. دي حقيقه. كابتن حمدي صفوي بيلعب اكيد كان في ناشئين بيطلعوا معاه فبياخدوا بيقولوا الخبره. صلاح وعبد الله ما طالعين على ايدينا. تمام. لولا هم اخذوا الخبره من الجيل القديم انا وميدو وماجد وهانم سلحي والعالم دي ما كانوش هيبقوا احمد صلاح ولا عبد الله عبد السلام. لازم ده لازم التواصل الاجيال ده. لازم تواصل. ما ينفعش ناشئ يطلع ما يلاقيش حد رمز قدامه يتعلم منه. بصراحه عجباني الدماغ، يعني عجباني الفكره، لان انا مؤمن جدا باللي انت بتقوله. اللي انت لازم نكون الولاد الصغيرة بتوعنا ولادنا يطلعوا في وسطينا يتعلموا حاجات كتيرة. في ناس بتفهم غلط إحلال وتجديد أو تجديد دماء إن أنا خلاص عاوز أركن القديم وعاوز أطلع ناشئين. ما الناشئين مش هطلعه كده يلعب مرة واحدة. لا ده لازم يتعلم من الراجل الكبير اللي موجود سيزون اتنين ويبتدي يبقى ياخد هو مكانه الطبيعي. آخر بطولة نادى وليد من مفاجآت البطولة وهي لسه لعيبه ناشئه زي بس تأكيدا على كلام حضرتك. تمام. ونور ياسين وندى معوض، يعني عندنا طقم وسهيله وفيق وعندنا طقم كتير فعلا طالع. مروه مجدي ومايا ممدوح اسماعيل وميار خليفه، ما كل دي اسماء جديده. اسماء. خلينا نرجع لبطوله العالم اللي موجوده في مصر الشابات في شهر 9 اللي جاي وفي منتخب بيستعد للبطوله الافريقيه. كابتن حمدي الصافي من وجهه نظره احنا في بطولات افريقيه متواجدين على الساحه الافريقيه. طبعا. لكن مش متواجدين على الساحه العالميه. ليه؟ زي كل الالعاب. انت متفوق جدا افريقيا. الشغل اللي بتعمله يا دوبك بيخليك تتفوق على مستوى افريقيا عربيا، انما الشغل العالمي ده محتاج شغل تاني خالص. محتاج شغل جامد 3 4 سنين ومعسكرات واحتكاك وشغل عالي. من وجهه لو توفرت الامكانيات دي نقدر نحقق على المستوى العالمي؟ بصراحه نقدر نقرب جدا. نقدر نقرب جدا في البنات ولا الرجال؟ الاثنين احنا اعتقد في الرجال مقربين، بنلعب دوري عالمي مقربين شويه اكتر من الولاد اكتر من البنات. طب اللعيبه اللي راحت منتخب مصر كابتن حمدي صافي من وجهه نظر في حد اتظلم في لعيبه منتخب مصر اللي هم بيكونوا عندك يا كابتن؟ ما رحناش منتخب. شايف من وجهه نظرك ان في حد اتظلم في لعيبتك؟ بص انا ما انا قاعد حاليا ما عنديش حد، عندي 2 لاعبات بس موجودين. كل مره الفرقه كلها ما شاء الله الحمد لله يا اما موجودين في المنتخب الاول يا اما موجودين في منتخب الشابات يا الناشئات. يعني انا عندي القوام بتاعي فريق اول شابات ناشئات الحمد لله. كل العناصر اللي طلعناها راحت منتخبات. التيم بيعمل ثلاث عناصر عندك، من خبره للوسط للناشئين. ما شاء الله بصراحه حاجه تفرح وحاجه جميله. خلينا نروح للموسم الجديد واستعداد كابتن حمدي الصافي للموسم الجديد من غير 12 لعيبه وموجودين في المنتخبات. هنبدا ازاي الميسو؟ طبعا هنبدا ب العناصر اللي هي باقيه اللي موجوده الاثنين الثلاثه لاعبات اللي موجودين. هتبقى فرصه ان انا اشوف برضو عناصر جديده تانية. يعني انا ناوي السنه دي ان شاء الله اضم فرقه 18 كلها. فريق لو في عناصر فريق 16 هينضموا بحيث ان فتره في الشهرين ثلاثه دول اقدر اشوفهم عن قرب. ممكن في الزحمه قبل كده ما كنتش واخد بالي منهم. لا اقدر اشتغل معاهم شهرين ثلاثه ممكن يطلع لنا عنصر اثنين ينفعنا. يعني انت هتقعد على اللعيبه دي عشان تدرسهم في الثلاث شهور الجايين. تمام. عشان لو في تقدر تطلع لو في حد يستاهل او انا ما خدتش باله منه في الزحمه الاولانيه او مراعي اتظلم مثلا ما راحش منتخب او حاجه اقدر اشوفه كويس. حاجه جميله، حاجه رائعه. انا مبسوط منك جدا بصراحه. قول لي السنه دي هنشارك في كام بطوله في الموسم الجديد؟ ان شاء الله مش اقل من 3. يعني مش اقل من ليه كلمه مش اقل من 3؟ ليه مش عشان البطوله العربيه السنه دي احتمال تتعمل واحتمال لا، لان هو السنه فاتت سمعنا ان كان في بطوله اسمها الالعاب العربيه بتتعمل في الشارقه. فسمعنا الاتحاد العربي هيعمل دي سنه وهيعمل بطوله الانديه سنه. كويس. بطوله الالعاب العربيه اللي في الشارقه دي مش خاصه بالكره الطايره، مجموعه العاب بتتعمل في الشارقه من ضمنها الكره الطايره. فهي مش متخصصه قوي في الكره الطايره، بيبقى كذا لعبه ويعني فاحتمال سيدات بس. صح سيدات بس. فاحتمال كبير ان احنا لو البطوله العربيه اللي هي للانديه ما اتعملتش فهنركز في افريقيا والدوري والكاس ان شاء الله. هتركز في افريقيا والدوري والكاس ومنطقه القاهره ولا ما عندكمش منطقه؟ لا ما عندناش منطقه. ما عندهمش منطقه القاهره زينا. لو السوبر اتعمل يبقى حاجه كويسه، سواء عربي مصري او افريقي يبقى حاجه كويسه.
تتمنى تكون موجود اربع بطولات، وما شاء الله كابتن حمدي صافي بقى استعد وبدا يحط البلان بتاعت السيزون الجديد ان شاء الله باذن الله. عندنا معسكرات خارجيه قبل بطوله افريقيه هتقرر ده ولا؟ والله احنا بنطلب مجلس الاداره الحقيقه في اخر اتنين موسم ما قصرش معانا. رحنا مره سلوفينيا ورحنا مره اللي فاتت صربيا، الحقيقه المعسكرين كانوا كويسين جدا وفرقوا معانا جدا في اعداد اللعيبه، وبيخليك بقى خلاص يعني بيخليك تخش بقى على البطوله وانت جاهز 100%. اكيد اكيد انت افريقيا اللي جايه دي يعني ما شاء الله يعني مش نسبه الاحداث، هي بطوله مهمه في تاريخ حمدي صافي عشان هتكون الثالثه على التوالي. الثالثه على التوالي والخامسه في تاريخي مع النادي الاهلي. والخامسه في تاريخك مع النادي الاهلي ما شاء الله بصراحه. يعني مش عايزين نقعد نحسد كتير ونتكلم كتير، خلينا نروح لكاترين. كاترين ما شاء الله عملت سيزون كويس جدا، لكن قلنا لها الف شكر، اديتي اللي عليكي مع النادي الاهلي وخرجتي، هتعوض بلاقيه محترفه ثانيه ولا مش ناوي؟ والله انا بقالي شهر بتفرج على فيديوهات. بتفرج؟ اه طبعا لازم ابتدي من بدري، هي هتيجي المفروض على شهر 10، المفروض لو انا اتعاقد مع لعيبه محترفه هتيجي في شهر 10، بس احنا لازم نشتغل من دلوقتي. بتفرج على فيديوهات كتير ولحد دلوقتي ما لقيتش اللي انت عايزه، ما لقيتش المواصفات اللي انا عاوزها واللي هي تبقى يعني مش اقل من كاترين. سواء فنيا، كاترين مش فنيا بس، لا على فكره كاترين فنيا وخلقيا والتزام حاجه فوق الوصف الحقيقه ما شاء الله. فاحنا عاوزين حاجه بالمواصفات ديت، عاوزين حاجه بالمواصفات ديت. طب عشان ما نخشش في المركز اللي انت محتاج فيه، لان دي برضو حاجه اكيد فنيه مش هنخش فيها، لكن خلينا نقول كابتن حمدي الصافي بيتوجه لاي مدرسه بيدور فيها؟ يعني ممكن نقول المدرسه اللي هي شرق اوروبا شويه. شرق اوروبا بتحب المدرسه دي؟ المدرسه دي متربيه على الالتزام والقوه في التدريب، وفي يعني عندهم التزام غير طبيعي في التدريبات وفي تنفيذ التعليمات، فالمدرسه دي بتعجبني الحقيقه. يعني غير المدرسه جنوب امريكا الجنوبيه شويه فيها دلع شويه، بيبقى فيها دلع شويه، انما الناس ديت بيبقوا زي الرجاله على طول، ينفذوا ويتمرنوا وما عندهمش مشاكل. طيب خلينا نقول ان الفرقه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وصلت لمستوى فني عالي في البطولات المختلفه معاك، هل كابتن حمدي صافي بيفكر في تدعيمات بدون ذكر اسماء؟ لو بتفكر في تدعيمات، هل كابتن حمدي بيفكر في تدعيم الفرقه السنه دي بلاعبات من مصر؟ الحقيقه السنه دي صعب التدعيم. ليه؟ اولا ال الاتحاد واقف عمليه انتقال اللاعبات من السنه اللي فاتت، دي نمره واحد. تاني حاجه على انا لما قلت لحضرتك ان انا لما بحب اجيب لازم اجيب حد يا اما في مستوى اللي عندي يا اما اعلى اعلى. فلحد دلوقتي ما يعني في الحاجات اللي هي مسموح فيها الانتقال مش لاقيين الكلام ده. مش لاقي يقولوا عليها ايه، مش لاقي اللي انت محتاجه اعلى كتير فيعمل اضافه قويه مع حمدي صافي. اللي موجود ممكن يبقى صغير في السن فما ينفعش يتنقل، ممنوع الانتقال فيه، ممنوع الانتقالات فيه. فانا السنه دي يعني زي ما بقول لك انا هدور بقى في الجراب بتاعي. عشان كده الثلاث شهور الجايين دول بنقول لكل اللاعبات في الطايره ان عندكم فرصه كبيره طبعا توصلوا تتلعبوا درجه اولى ثانيه مع كابتن حمدي الصافي. كل الفرصه متاحه للجميع متوقفه على اللعيبه. على اللعيبه؟ طبعا. المنافسات بتكون كتير بين العربيه والافريقيه والدوري المحلي، شايف الدوري المحلي في مصر مين بينافس كابتن حمدي الصافي؟ لا صراحه بامانه لا الدوري اتطور السنين اللي فاتوا. دي حقيقة. الزمالك داخل بقوه جدا، بنى فرقه واشترى فرقه يعني اشترى فرقة. دجله على شمس على ديلفي، لا كونوا فرقه كويسه جدا من اللاعبات ديت وبالاضافه ان هم ابتدوا يستعينوا بمحترفات. السياسه دخلت عندهم السنه محترفات. لا داخلين بقوه، السنه فاتت واخدين تاني لحد ما لعبتهم الدور الثاني كانوا حظوظهم موجوده في الدوري. الماتش الدور الثاني اللي انا كسبته فيه خلص على اماله. فطبعا سبورتنج بيتطور جدا، بيدعم الشمس، بيعتمد على ناشئاته بيدعم. لا بقى في زمان ما كانش كان نادي اثنين، لا دلوقتي داخل الصيد عنده مجموعه من الناشئات عاملين فرقه صغيره في السن كويسه جدا. لا في خمس ست فرق بقوا مستواهم بيتطور يعني وبيشاركوا في افشاركوا في عرب كل الفرق. خبرات عاليه جدا بالنسبه لهم طبعا تديهم طبعا. كمان موسم اثنين الناس دي هتضايقك طبعا. بص هقول لك مين الفرقه المصريه اللي انت كابتن حمدي صافي مش بيعملها حساب لكن لاعيبتها فعلا لعيبه لو عندها خبرات تقدر تنافس على المستوى العربي او المستوى الافريقي غير النادي الاهلي. غير النادي الاهلي بصراحه. الشمس، الصيد. هو الشمس كان موجود في فتره كان عنده
لحد العناصر من سنتين كده بس حصل شويه ناس سافرت للدراسه وناس انتقلت لانديه اخرى وكده فالكوكتيل ده اتفرق ففي حالتهم في الفتره دي كان ممكن بس هم اتفرقوا دلوقتي اتفرقوا فمدخلين عناصر شابه برضو والحقيقه تاني توصل ان عامله شغل معاهم كويس وانا بحييها زميلتي طبعا طبعا مدربه محترمه جدا وبحترمها جدا عامله شغل كويس جدا مع نادي الشمس وبتدعم بناشئات نفس المدرسه برضو نفس الفكر بتدخل ناشئات وكده فالحقيقه محتاجه وقت بس محتاجه وقت عشان يظهر شغلها. حمدي الصافي اختار تدريب البنات مع انه كان اعظم ضارب ما اخترتش حلوه ليه ما اخترتش؟ هو بص موضوع البنات ده جاي بالصدفه البحته. انا كنت مع نادي الجيش بعد ما بطلت مرنت مع نادي الجيش مع كابتن احمد زكريا مدرب عام وكنت مدرب عام في منتخب مصر. كابتن جمعه عبد الحميد الله يرحمه كلمني قال لي انا عاوز بقى ترجع النادي وتشتغل معايا وايدينا في ايدين بعض ونبتدي الحقيقه الفكره يعني عجبتني وانا كنت بحب كابتن جمعه الحقيقه على المستوى الشخصي. الله يرحمه كان جميل. قلت اجرب معاه الموسم ده وتجربه جديده وكده واستشرت كذا حد قال لي لا خش وتواجد وتواجد والنادي الاهلي بيتك وكده فالحقيقه كنت كان نفسي يعني كان بقى لي موسمين بعيد عن النادي الاهلي فكان نفسي ان انا يعني بتحن برضه بيتي واولادي في النادي الاهلي فكان فهي دي اللي ساعدت ان انا ارجع والحمد لله بقى العمليه دارت ومشت يعني. حمدي صافي ما بيحلمش بتدريب الولاد الرجال يعني بصراحه. بص بصراحه والله العظيم ما فرقه خالص. مش شرط في النادي الاهلي عشان عارف مين وسام حبيبك مش فارقه خالص والله موضوع مش فارقه معاك طالما انت بتحقق بطولات وانجازات مش فارقه. يعني لو كابتن حمدي صافي جاله عقد خارج النادي الاهلي او في النادي الاهلي ايا كان طبعا تاني كل احترامنا لكابتن ميدو بصراحه احنا بنتكلم مع كابتن حمدي على تدريب الرجال اللي هو الكارير بس تغيير الكارير تغيير الكارير بس لو جالك عقد وشفت ان هو مناسب كابتن حمدي صافي ممكن يورن رجال ممكن لو في حاله واحده لو انا حسيت ان انا خلاص مش هقدر اضيف للفرقه بتاعتي حاجه ثانيه يعني او طموحي معاهم او ان انا اقصى حاجه اقدر اعملها معاهم اتعملت خلاص. عاجبني قوي عشان انت تربيت في النادي فقلت لو جبت اقصى حاجه خلاص انا اللي هقول شكرا وابتدي اشوف يعني حاجه تانية وجهه تانية مختلفه. طبعا في دماغي جدا ان انا اول ما احس ان خلاص انا مش قادر اضيف لهم حاجه تانية خلاص مش هتستنى حد يقول لك لا 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 حمدي. خالص زي انت لعيب بالظبط. طبعا نفس التربيه وهي نفس كل حاجه ودي احلى حاجه فيك. قول لي شايف الاختلاف بين التدريب للرجال والسيدات ايه؟ ايه المختلف فيه؟ مش يعني هو السيدات والبنات داخل في حته نفسيه شويه بيبقى عمليه نفسيه شويه معاهم بس نفس نوعيه التدريبات ونفس القوه ونفس مع طبعا فرق القوه الاوزان والاحمال لا بياخدوا احمال عاليه برضو بفرقه البنات وكل حاجه بيتمرنوا والله بنفس القوه يعني بس هي فرق ان البنات داخل معاهم حته نفسيه شويه يعني التدريب داخل معاها حته نفسيه عاليه قوي حته نفسيه. خلينا بقى نروح للاحمال. ده انت جبت الاحمال طبعا انت معاك جهاز معاون ما شاء الله. طبعا. هو نفس الجهاز السنه دي هو نفس الجهاز اللي معايا من 5 سنين ما اختلفش بس بيدخل عليه يعني بتدخل اضافات ضفت حد السنه دي في الجهاز؟ لا السنه دي نفس الجهاز قول لي وجه التعاون بينك وبين الجهاز بتاعك. الحقيقه كلنا يعني بنتعامل كاسره حتى يعني مش موضوع مدربين لا احنا مع بعض فاميلي قوي كلنا بنكمل بعض كل واحد واخد الحته بتاعته وليه حريه شخصيه في التعامل في الحته بتاعته طبعا بس تحت التعاون بيننا وكلام بيننا بنتفق بس بتسيب في الاخر ان كل واحد يبدع في الحته بتاعته دي مهمه جدا. مش بتتدخل دايركت في شغل مثلا مدرب الاحمال ولا بتقعد تتفاهم معاها دكتوره رانيا اعتقد مظبوط بتقعد تتفاهم معاها انت عايز ايه فهي بتوصلك اللي انت عايزه. كابتن رانيا فاهمه جدا في الحته دي وعامله دكتوراه في الموضوع دوت شغاله فيها دلوقتي شخصيه محترمه جدا اخت كبيره للبنات كلهم فاهمة جدا في شغلها قبل ما هي بتعمل حاجة بنبقى احنا متفقين بنبقى بنتكلم مع بعض الفترة دي يا رانيا احنا هنشتغل ايه رأيك نزود ايه رأيك نعمل ايه بيبقى في تعاون كبير بيننا فبيبقى الموضوع منتهي يعني بيبقى موضوع سهل بالنسبة لك. طبعا كابتن حمدي الصافي وهو في جوه داخل بطولات اكيد ربنا يبعد عن كل لعيبة الاصابات انا وانا لعيب بتصاب يجي المدرب يقول لك ده لازم يلعب. كابتن حمدي صافي من النوعيه دي لازم لعيب يلعب ولا لا لو خالص. اصابه ما تقدرش لا خالص وحصلت كذا مره مع ايه الشامي كانت بتبقى مصابه في ماتشات مهمه لا بنريحها للاهم يعني كان عندنا السنه دي
كانت آية شامم مصابة في أهم مباريات في الدوري يعني بعد ماتش الزمالك اتصابت الدور الأول كله ما لعبتش سبورتنج ما لعبتش الصيد ما لعبتش الشمس ماتشات تقيلة قوي ما لعبتهاش والناس اللي شالت والناس كملت عادي بقى لأن احنا كنا باصين إن محتاجينها في الأفريقية والعربية مش باصين للماتش اللي هو موجود دلوقتي ونخسرها بعد كده فأنت باص دايما ببص لا ببص أنا لا بحب اللعيب يلعب وهو سليم 100% خلينا نقول مع تطور العصر بقت السوشيال ميديا أساس كابتن حمدي الصافي علاقتي بالسوشيال ميديا اتفرج يعني ايه بتتفرج يعني بشوف الدنيا عامله ايه بتفرج طبعا بخش كل يوم اتفرج الناس بتقول ايه وبتعمل ايه عادي يعني هذا يؤثر على كابتن حمدي الصافي في التعامل في الناحيه الفنيه مع اي لعيبه لو قالوا ان مثلا قال لك ان دي مثلا كابتن تاني توسن تلعب كابتن حمدي الصافي يبص للكلام ده ولا ما يهتمش بيها مثلا يعني او لا كابتن عياش يعني حد من يعني عمد. لو حد اتدخل في شغل يعني في السوشيال ميديا تعرف راي يقول راي فني او الكلام ده لا ما لا يؤثر لا خالص بس ممكن استفاد لو ممكن. انا بشوف لو وجهه نظر سليمه ممكن مع نفسك استفاد منها ممكن انا مش واخد بالي من حاجه واحد يكتب حاجه صدق دي حلوه ممكن ده ممكن تفكرها فنيا وفي لو لقيتها ماشيه لو لقيتها كويسه مش عيب احنا على طول بنتعلم اكبر نقد لحمدي الصافي وهو مدير فني للنادي الاهلي ما خسرش البطوله العربيه اتنقدت زعلت عشان خسرت ولا زعلت عشان النقد كان لازع على كابتن حمدي الصافي انا زعلت طبعا زعلت عشان خسرت يعني مش متعودين نخسر يعني حاجه صعبه جدا هو انت النادي الاهلي مش متعود يخسر وحمدي الصافي مش متعود خالص والفرقه دي بالذات خساراتي معاه قليله جدا فبيبقى الموضوع صعب جدا انا زعلت عشان يعني مش عارف حسيت ان في اوقات بيبقى النقد مش بناء يعني مش او ما حطش الظروف المحيطه بالفريق في الموضوع في اعتباره يعني واحد كده جه بص وراح قال كلمتين وراح ماشي عارف انت انا هقول لك الصراحه عارف انت تعبت كتير وعملت بطولات كتير وفجاه مع اول مطب يتنسى كل ده قمت تنسى كل ده بتقول لهم ايه تقول لهم يعني لما نخسر ماتش تقول للجماهير ايه لما يخسروا ماتش مع ان النادي الاهلي جماهيره مش عايز يخسر المباراه بس تقول لهم ايه بص صراحه بامانه في الرياضه بصفه عامه مش لازم في التكوره فرق النادي الاهلي لما بتخسر بيبقى غصب عنها بامانه بصراحه كده ما بيبقاش بمزاجهم هل بيبقى في تقصير معين او حاجه معينه او عدم اكتمال فريق او في قصور مراكز معينه مش كامله لازم هتلاقي سبب طول ما فرقه الاهلي موجوده وكامله ما بيبقى الموضوع صعب انها تخسر هرجعك وانت لعيب لان دايما بحس في النقط بتاع السوشيال ميديا يقول لك اللعيب انت عايز تخسر من واقع وانت لعيب هو في لعيب عايز يخسر لا بيبقى مثلا مش عاوز يخسر بيبقى في ظروف حاطاه في الموقف ده او مش مخليه مركز ممكن يبقى زعلان من مدرب زعلان من اداره نادي زعلان من حاجه معينه جاي متضايق من بيته جاي متضايق من شغله بس المفروض انت في بطوله على نفسك خلاص انا بتكلم في بطوله معينه مش موفق بس انت عامه من اول السيزون مثلا ظروف مضغطاك مش مخليك انت مش لاقي نفسك الحته النفسيه دي برضو عاليه جدا في الرياضه يعني مهمه جدا فتقول لجمهور السوشيال ميديا خليكم خفاف شويه عليا في النقد ولا خليكم خفاف لا بصفه عامه على لعيبه النادي الاهلي ومديرين في انا ما بزعلش والله العظيم من انت شخصيا انا شخصيا ما بزعلش بحاول استفاد يعني اول حاجه فكرت فيها بعد النقد ان انا لازم نكسب البطوله الجايه عشان الناس دي ما احنا زعلنا الناس ديت فلازم نحاول نصالحها ببطوله يعني طب بصراحه برضو معاك انت بعد البطوله الخساره سيبك احنا بنتكلم عن خساره لكن ازاي تعاملت على الضغط الموجود على اللاعبات من خلال السوشيال ميديا لان بقى اللاعبات او اللاعبين عندنا في ضغط عليهم جامد جدا ساعات الضغط بتاع السوشيال ميديا ده على اللاعب بيبقى كويس شايف انت كده وساعات لا على الفاضيه والمليانه ونقد لازع مش بناء بيبقى وحش انما لو نقد بناء بيبقى كويس بيبقى قصدك في وقت الخساره في وقت الخساره بس ممكن يكون النقد من غير ما انا بقول لك طريقه النقد النقد من غير الفاظ من غير يعني نقد فني نقد فني الفرقه وحشه وفلانه لازم تركز وعلان لازم يركز ويبتدي يرجع لمستواه انت بقى مستواك وحش الفتره دي كل ده كويس بيبقى كويس اللعيب بيسخن وبيغلي لا ده انا شعبيتي هتقل انا الناس واخده بالها مني ان انا ما بقتش كويس لا انا لازم اثبت لهم ان انا كويس ده كويس هو لو كان موجود سوشيال ميديا وحمدي الصافي بيلعب كان بقى نجم النجوم اكتر من كده كتير ما شاء الله الجيل بتاعنا كله الحقيقه الجيل بتاعنا كله اتظلم اتظلم اعلاميا يا كابتن حمدي
حققنا بطولات انت حققت تاريخ في النادي الاهلي كتير قوي هرجعك شويه لورا وبطولات قويه جدا نرجع بقى للعيبه بتتذاع دلوقتي كان كان موضوع مختلف زعلان ان السوشيال ميديا ما كانتش موجوده ولا هو كل واحد بيحكي سلاح ذو حدين زي ما قلت لك يعني احنا كنا بنلعب ساعتها من غير ضغط السوشيال ميديا بس كان في ضغط جمهور بس برضو ان انت لما كنت بتخسر بطوله ما كانش فيه زي دلوقتي التفاصيل تبقى موجوده على الهوا كله طالع كله طالع التفاصيل ده عمل كام كوره وده عمل وكله فاهم دلوقتي شايف الناس مهتميه قوي بالالعاب الصالات بصفه عامه اكتر من زمان طبعا طبعاً لها جروبات ولها مواقع ولها ناس حافظة الأسماء وحافظة الصفقات وحافظة المدربين وحافظة كل حاجة وحافظة فلوس المدرب وحافظة فلوس اللعيب لا الحقيقة اتطورت جدا شايف ده من وجهة نظرك طبعاً ده حاجة كويسة السوشيال ميديا قوية ما شاء الله لجماهير النادي الأهلي لكن جماهير النادي الأهلي جوه المدرج حاجة تانية لا جماهير النادي الأهلي جوه المدرج طالما تواجد انسى يدي رقم واحد دايماً في الرياضة في النادي الأهلي هو جمهور النادي الأهلي فبيدي حماس و روح للملعب كلها طبعا انت بتعمل شغلك وجمهورك معاك في الملعب الموضوع خلص الموضوع بتبقى مطمن بنسبه اكتر من 95% ان انت تحقق بطوله طالما عملت شغلك كويس في الملعب بتاعك جهزت فرقتك كويس مجهز التيم بتاعك ومجهزه تمام التمام معاك جمهورك في ظهرك خلصت العمليه ما ينفعش تخسر جمهور النادي الاهلي جمهور ملتزم جدا قوي بس في قله هي اللي بتعكر صفو دخول الجماهير تقول لهم يا كابتن حمدي بصراحه لا احنا محتاجينهم بقى احنا وحشونا بامانه بقى يعني بامانه بقى الواحد نفسه الملاعب كلها تبقى مليانه ليه ما نلعبش ماتش في الدوري في صاله النادي الاهلي فيه 5-6 آلاف متفرج في الصاله في الفريق الاولاد برضو يلعب كده 5-6 يعني الجمهور عاوز يروح على فكره يعني الناس كلها بتكلمنا على طبعا على النت عاوزين يجي وافتحوا لنا واعملوا لنا بس في ظل الظروف اللي احنا فيها دي لازم الامور تهدى خلي بالك ان هي الموضوع بس المشكله كلها ان هي بيحصل فيه شويه تطاول او شويه كلام من الجمهور وانا شايف ان ده قله في جمهور النادي الاهلي الجمهور الاهلي 60 70 مليون لكن في قله بتخش الملعب لو قدروا نخف من القله دي اعتقد الدنيا هتختلف معانا ما احنا بنقول دايما لازم اللي يغلط يتحاسب خلاص بقى مفيش هزار كلنا كله لاعب مدرب جمهور يبقى في نظام وقانون اللي يغلط يتحاسب خلاص زي اوروبا كده الملعب مليان حد ينزل الملعب بيتاخد على بره خلاص بيتحاسب معروف عقابه ايه عندنا برضو لازم كده مره في الثانيه في الثالثه خلاص ما حدش يغلط شايف كده خلاص كدا. يبقى ما نظلمش بقى ال 90 95% اللي عاوزين يتبسطوا ونفسهم يحضروا الماتشات بسبب ال 5% او 3-4% اللي بيبوظوا الدنيا يعني شايف من وجهه نظرك ان كل واحد يكون عارف دوره ايه طبعا الجمهور جمهور واللاعب لاعب والمدرب مدرب ومجلس اداره مجلس اداره اكيد طبعا لو كل واحد عرف دوره اعتقد المنظومه هتسير على النجاح يا رب نتمنى من الجماهير نتمنى لهم بجد وجودهم صدقوني انا وانا لعيب كنت اتمنى الجمهور العظيم ده يكون موجود لكن كلهم كل المدربين وكلهم يعني اخواتي واصحابي وكده بيتمنى رجوع الجماهير نتمنى من جماهير النادي الاهلي فعلا تخش النادي وتخش كل مكان وتلتزم بالتشجيع لنادينا بس فقط لا غير بلناش دعوه باي حد تاني واعتقد ان اي حد عشان احنا ابطال دايما بيبص لنا بصه شويه لفوق احنا دي طبيعه النادي الاهلي وهي دي روح النادي الاهلي وابناء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. كابتن حمدي سر نجاحك في الحياه الرياضيه من لاعب لمدرب فيها سر نجاح اكيد. اسرار بقى داخليه لازم اعرف. لا والله مش مساله انا طول عمري ملتزم يعني في انا عارف في التدريبات بتاعتي في مواعيدي في الكلام ده ما بزوخش من التدريبات بحب التدريب حتى وانا دي اتنقلت لي وانا مدرب بقيت احب التدريب بحب الالتزام جدا بزعل من اللعيب اللي مش ملتزم هم عارفين يعني حتى لما حد بيبقى كده بيبقى عارفين بياخد الوش على طول على طول هي اهم حاجه عندي التزام في التمرين دي مهمه جدا لان هو ده اللي هيخلي بعد كده اللعيب يبقى واقف على رجله التمرين هو اللي هيحصل في التمرين هو اللي هيحصل في الماتش على طول مفاهيمهم كده عايز ارجعك من زمان قوي قوي كابتن حمدي صافي دخلت الكره الطايره ازاي والله بالصدفة دوري المدارس في نادي سموحة دوري المدارس البداية من دوري المدارس وانا صغير كنت طبعا طويل شوية وكده فكنت بشارك في اي حاجه في دوري المدارس هاندبول ابتديت هاندبول قبل الطايره باسكت كنت بلعب كوره الحمد لله عشان كنت اشرف عضو سموحه وسموحه بارز بلعب والله لعبت كل حاجه لعبت كل الالعاب بس الحقيقه كان حظي بقى في الكره الطايره مدربي في نادي سموحه اسامه محرم هو شافني في دوري المدارس وقال لي تيجي سموحه وكده وتلعب معانا قلت له ماشي ورحت بقى النادي واتمرنت معاهم وانضميت للفريق ساعتها وانضميت كابتن حمدي الصافي لعب
فولي بول على البحر زي كل الناس ما بتلعب، ولا كان بدايته جوه دوري المدارس بس؟ لا في البحر بقى، كان الاسكندرانيه بقى الراكت والكره الخماسيه والحاجات دي كانت طبعا طبيعي جدا، اي اسكندراني لازم يلعب على الشط راكت الكره القدم والكلام ده، كنا واحنا صغيرين شغالين الحاجات دي على طول. شغال على طول؟ اه طبعا. كابتن حمدي الصافي لما دخل اول يوم دخل في النادي الاهلي تفتكره؟ اول يوم؟ اول يوم بقى انا دخلت تمام. النادي الاهلي طبعا قبل ما انضم للنادي الاهلي دخلت كلاعب مع نادي سموحه. لا انا عايزك اول يوم بقى انتقلت فيه للنادي الاهلي رسميا. طبعا فاكره. طبعا فاكره طبعا. ايه اللي حصل؟ كنت قاعد هتبوظ صح؟ كتير باظت. وبص اصل انا كنت لعيب ساعتها. انا هقول لك السر لاول مره. اه يعني قول لي بقى. الورقه اتكتب فيها نادي الزمالك على طول. على طول الاستغناء اتكتبت ونادي الزمالك. حمدي صافي اللي غير اتجاه رايه. حمدي الصافي. وبرضه مش هغفل دور مجدي بيبو كابتن مجدي الاداري بتاعك. الاداري اه كان ليه دور كبير لان الثقه خلاص كانت اتجهت لنادي الزمالك، وهو قدر في الوقت دوت في الكواليس دي يقدر يوصل لي وعمل كونتاكت مع الله يرحمه المرحوم عاطف رزق وكابتن فؤاد عبد السلام كان ساعتها برضه كان مدير الفني وحصل بقى وايه اللي حصل وكلموني كنا احنا متفقين اهلي ومش عارف ايه فحصل في الكواليس كلام قلت لهم لا طبعا انا عاوز النادي الاهلي بس مجلس اداره كان اخذ موافقه بالزمالك عشان هو علا في السعر في السعر وكده قلت لهم بس انا عاوز الاهلي ومصمم وانا اهلاوي وعيلتي اهلاويه وما ينفعش بقى فيه قالوا لي هتقول الكلام ده قدام مجلس اداره قلت لهم اه اتحركوا لمجلس الاداره وكان قرار الاستغناء طلع ورجع مجلس الاداره تاني وغير دخلت مجلس اداره في نادي سموحه قالوا لي انت عاوز اهلي ولا زمالك قلت لهم اهلي طبعا انا اهلاوي وعيلتي اهلاويه وما ينفعش من الصغر انا بحابب الاهلي انا عيلتي اهلاويه وكده وبشجع الاهلي ما ينفعش يعني عاوز العب في الاهلي مش هعرف مش هعرف صح ف المجلس اجتمع تاني واخدوا قرار بس زودوا نفس السعر اللي دفعه الزمالك يعني هو كان فرق السعر بس النادي الاهلي دفع فعلا نفس القيمه اللي كان الزمالك دفع ورغبه اللاعب هي اللي فرقت في الاخر تعالى بقى دخلت النادي يلا اول يوم اول يوم طبعا داخل مع كابتن مجدي بيبو الاقي في وش عماد فاروق كان طبعا احسن لاعب في افريقيا ساعتها مش لعبتوا منتخب مصر مع بعض لا لعبنا كنت لعبت معاه كويس يوميا كان هاني تقريبا مسلحي ماجد مصطفى كل دول قابلتهم كنت اول مره اخش هشام صالح هشام صلاح كان دي المجموعه اللي كانت موجوده يوميها وطبعا هنوني ومبروك وكده وان شاء الله تبقى اضافه لينا يعني الناس كانت بتحبني الحقيقه قبل ما اجي الاهلي يعني. عشان انت كنت ملتزم عشان كنت صاحبهم في في المنتخب وعارفين يعني عارفين ان انا مستوى كويس وعارفين ان انا اخلاقيا كويس وعارفين يعني حبوني عارف لما يبقى لعيب معاك من منتخب بره لان انا كنت الوحيد اللي بره اهلي وزمالك تقريبا ما شاء الله انا ولاعب تاني من اسكندريه فكان طبعا ايه يعني مجموعه الاهلي كانت حباني يعني كانوا اكتر في منتخب مصر اعتقد لا كان ساعتها العمليه متوازنه يعني متوازنه بين الاهلي والزمالك لما دخل كابتن حمدي صافي وبدا يتعايش جوه النادي الاهلي ايه اللي اضافه النادي الاهلي لكابتن حمدي صافي لا طبعا اضاف لي كتير طبعا اتعلمت الالتزام جدا يعني انا بطبيعتي انا ملتزم بس الحاجات بقى يعني التزام قوي بقى احترافيه شويه في يعني طبعا كنت في سموحه طبعا الامور ما كانتش زي الاهلي طبعا اكيد منافسه على البطولات روح نظام بيقولوا عليها روح الفنانه الحمراء زي بيقولوا عليها كل الحاجات دي اكتسبتها الاداره بتاعتنا بقى على مدار تاريخك بقى لما يبقى صالح سليم وكابتن حسن حمدي وكل رؤساء النادي الاهلي اللي جم محترمين بتتعلم بقى من الموقف بتاعتهم بتتعلم من قراراتهم بتتعلم من القرارات اللي بتطلع والحاجات دي كل دي بتاثر في شخصيه اللعيبه اللي في النادي الاهلي معلش هرجعك برضو خليها واحنا لعيب كابتن صالح سليم قابلته في اي حاجه قابلته فيها مكسب بطوله خساره ايه المسؤول. لا ما كانش مكسب بطوله هو الحقيقه هو انا قومته من يعني من النوم ونزل لي 7 الصبح النادي كنت المفروض السنه دي كنت محترف في النادي الاهلي جده السعودي وطبعا عارفين العلاقات بين الاهلي المصري والاهلي السعودي علاقات طيبه جدا وكنت المفروض في منافسه برضو بين الهلال السعودي والاهلي السعودي ان انا لعبت كام سنه انا لعبت موسمين تمام فان انا اروح لنادي واحد فيهم طبعا ما ينفعش لاعب الاهلي المصري يروح الهلال والعلاقات بين الاهلي السعودي والاهلي المصري كانت قويه جدا دي حقيقة
ويعني علاقات تاريخية بينا. دي حقيقة. فهو نزل يوميها وطلبني وقابلني وقال لي أنت هتروح الأهلي جدة، وده طبعا احنا علاقاتنا كويسه جدا مع الناس هناك وعلاقات تاريخيه بين الناديين، ولازم ولازم طبعا تشرفنا هناك وتأدي اداء حسن والتزام، وتعرف بقى التوصيات دي المره دي المره الوحيده اللي قابلته يعني فيس تو فيس فيس تو فيس في موضوع يعني في موضوع مشترك لكن الباقي كله كان في الباقي مع كله الفريق. في الفريق وكده مع الفرقه بتاعتك. حمدي الصافي ايه اعز لقب شخصي لحمدي الصافي في حياته؟ لو انا لاعب هو لاعب طبعا لا لاعب احنا خليها مدرب احنا لاعب واحنا لعيبه البحر المتوسط بطوله البحر المتوسط كلاعب لان بطوله كانت قويه جدا وغيرت في يعني نقلت الفولي نقله كبيره بعد البطوله دي. كسبتوا اسبانيا في الفاينل؟ اسبانيا فوزت جمهورها، وكانت اسبانيا ساعتها في الفاينل بتاع اوروبا، قبلها كانت لعبه الفاينل بتاع اوروبا وصلت نهائي، وجت بعديه كده هتلعبنا في نهائي البحر المتوسط ده 2005 المريه بكامل نجومها ب 10,000 متفرج كسبناها 3-2. واحنا فرقه اصلا كل الناس قالت كل ماتش بيعدي كانوا هيحجزوا لنا التذاكر، ايه النظام عشان هنحجز التذاكر عشان نرجع. فاكر انا فاكر البطوله دي كويس جدا، كل ماتش يقول لنا هنحجز التذاكر وهترجعوا مصر ولا ايه؟ مكسبين دي حقيقه، غيروا التذاكر لحد ما وصلنا نهائي. او وصلنا نهائي بقى كله قال لك خلاص بقى ومش عارف ايه، واللعيبه فكت وخلاص بقى عملنا رحت انا نازل لامم اللعيبه من اللي بيتمشى هنا واللي بيعمل هنا، اللعيبه كلها فاكره الكلام ده. انا فاكر طبعا ما ينفعش احنا ممكن نكسب، وكلمنا معاهم ودي فرصه ذهبيه وفرصه ليكم تحترفوا. الحمد لله الكلام اتحقق كله. بعديها عبد الله ايطاليا واحمد ما شاء الله احتراف، كل الفرق بدات السكه تفتح قدامكم كاحتراف. طبعا دي ميداليه ذهبيه مع منتخب مصر. تمام. لقب شخصي احسن ضارب احسن معد احسن معد احسن لاعب ما شاء الله كتير، واحسن ارسال واحسن حائط صد صح كده واحسن استقبال. عندك القاب كتيره بس في لقب حمدي الصافي بيعتز بيه على نفسه، لما يبص كده في البيت في الدولاب الميداليات بيشاور على اللقب ده ويكون مبسوط منه. بص يعني الحقيقه الالقاب كتيره، بس في بطوله كانت قويه جدا كانت في ساحل العاج، بطوله افريقيه ابطال دوري. الحقيقه فريق النجم الساحل التونسي كان عامل تدعيمات رهيبه، فرقه شومه ما ينفعش تكسبها ما ينفعش تكسبها. فرقه لعيب روسي طوله 2 متر وشافه 10 ولا ايه، ولا على احسن لعيب في نيجيريا في افريقيا ساعتها، كان ضارب قوي جدا مع منتخب تونس، مع الموضوع كان صعب جدا. بس ربنا وفقنا وكسبنا البطوله دي، عملنا بطوله كويسه جدا واخدت فيها احسن لاعب، دي من احسن البطولات اللي افتكرها يعني. احسن لاعب في البطوله كلها، احسن لاعب. احسن لاعب هي الجائزه الاقوى لحمدي صافي ولا احسن ضارب واحسن؟ لا احسن لاعب ده بيبقى اللي هو سوبر ستار. ايوه بيبقى في كل المهارات، في ما شاء الله بيبقى مؤثر في كل المهارات. فدي كده البطوله. طب خلينا من اللعيبه بقى وبطولات مع النادي الاهلي وانت مدرب، ايه اللقب اللي لما كابتن حمدي شرف على الكاس بتاعه وكان سعيد جدا بيه؟ طبعا البطولات كلها بتاعه الاهلي حتى 16 بطوله عزاز عليا، بس في بطوله اللي خدناها في تونس في 2015 تقريبا. 2015 لما كسبنا الترجي هناك قرطاج 3-2، وكان على ارض قرطاج وسط جمهورهم، ويوميها الصبح ما اتمرناش، القصه الشهيره بتاعت الجراج مرنا في الجراج قعدنا نلف ساعتين على الملاعب، ما فيش ولا ملعب عايز يستقبلنا، ويعني كانت البطوله دي تحدي كبير جدا. ليه دايما في مناوشات بين مصر وتونس في الرياضه في الرياضه بصفه عامه؟ لا اعلى فرقتين وتنافس في كل الالعاب خاصه يعني في الهاندبول هتلاقيهم هم متنافسين، في الطايره في الكوره طبعا في تنافس، بس في فرق تانية، بس دايما في الالعاب الصالات في مناوشات بين مصر وتونس، في مناوشات كتير بس تنافس شريف الحقيقه. دي ما اكيد انت كل اصحابك من التوانسه كنت بتعرفوا لغايه وقتنا هذا. لو رجعنا للعيبه واللاعبات عفوا في النادي الاهلي، معاك علاقه حمدي صافي بلاعبات النادي الاهلي؟ علاقه كويسه جدا، اخ ليهم كبير، بحاول على قد ما اقدر انفذهم من خبراتي دايما. دايما اللاعبات طبعا من كتر البطولات وكتر الضغط وكتر التعب وكده بيجي لهم فترات شويه، انت عارف اللعيب بيجي له فترات شويه يفك شويه. بحاول على قد ما اقدر اجتمع بيهم واكلمهم واديهم من خبراتي والاحداث اللي مريت بيها طول حياتي، وبديهم مواقف حصلت زي اللي هم بيمروا بيها، ودايما بتبقى مؤثره جدا معاهم الحقيقه. بتتفرج عليها وانت مبسوط الصوره قدامك دلوقتي على الشاشه؟ جدا طبعا. دي اخر لقب احرزته
مع النادي الاهلي مظبوط؟ ده بطوله افريقيا الاخيره. الحقيقه الصوره ديت كمان نزلت في مجله النادي الاهلي في الصفحه الاولى. كانت صوره محتفظ بيها لحد دلوقتي الحقيقه. دي حاجه بالنسبه صوره جميله جدا، كابتن النادي الاهلي كابتن نالا سامح، الدكتور عمرو علواني، كابتن محمود الخطيب الاتحاد الافريقي، كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي الاهلي والرمز التاريخي للنادي الاهلي طبعا. فالصوره كانت مميزه جدا الحقيقه، يعني تتحط في الالبوم بتاعي. طب لو بدات ما شاء الله في البوم كبير لكابتن حمدي صافي، صور كتيره، صور عزيزه عند كابتن حمدي صافي غير الصوره دي؟ لا طبعا اهم حاجه طبعا في الالبوم طبعا هيبقى صور ولادي صور العيله الاولاد طبعا. الحقيقه طبعا دي اهم صور في حياتي. يعني رحاب الغنام وكابتن حمدي صافي علاقه زوجيه بقى لها كام سنه؟ ما شاء الله ما شاء الله صح، بلاش تقول هتقول. ملعب الطايره وملعب الباسكت جنب بعض، مين اللي راح لمين؟ كابتن حمدي الصافي اكيد طبعا رحت. كنت بتقعد تتفرج عليها ولا كان ايه بالظبط؟ طبعا انا كنت عارفها وكنت بشوفها في النادي وكده بس هو اتقابلنا صدفه في بطوله في اسكندريه، كان دايما في بطوله خيريه النادي الاهلي بيروحها في اسكندريه في نادي سبورتنج، وانا كنت ضيف شرف فيها واتقابلنا في البطوله ديت وكانت البدايه وكان حصل نصيب يعني وحصل نصيب ساعتها. خلينا مش هنخش في التفاصيل، لكن خلينا نقول باسكت وطايره انتوا الاثنين في البيت، قول لي كيفيه التعامل جوه البيت الرياضي العظيم ده. لا طبعا بيبقى كلام كتير في الرياضه، متابعين كل الاحداث الرياضيه، بنتابع اولادنا كلهم بيلعبوا في النادي الاهلي. بس في حاجه انا اسف كابتن حمدي قطع، خلي بالكم كابتن حمدي غنام كمان عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله، هي كانت كابتن لعيبه النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي، ما شاء الله بيت كله القاب رياضيه من اسر رياضيه، حاجه جميله حاجه مشرفه، انا فعلا سعيد بالاثنين. اتفضل يا كابتن حمدي. الله يخليك. فطبعا بنتابع، بنتكلم على اولادنا وبنتابعهم في تدريباتهم ماتشاتهم. لا يعني الرياضه واخده حيز كبير من حياتنا اكيد. بس احنا قبل كده ذكرنا ان البيت ما شاء الله رياضي، لكن انت قدرت تحط سيطرتك على البيت كله. كلهم راحوا كله. هو انا كنت بعمل ايه؟ كنت الولاد كنت بجرجرهم معايا في البطولات في الكلام ده عشان لما يجوا يختاروا يبقى ميالين اكتر للكره الطايره. عملوا كده؟ ما قفلتش عليك من الاخر في مره؟ قلت لك سيب حد يلعب باسكت؟ هي حاولت مع حمزه شويه ونور شويه بس فشلت. قول لي بتديك سبورت ازاي؟ مش هقول في الخساره، فاكر في المكسب اكيد بتكلمك يوميا والبطولات وكده وبطولات شده، بتحكي لك بقى مشاكل البيت ولا بتنحي؟ لا هي الحقيقه طبعا بتشيل. طبعا اشكرها طبعا جدا، وقوفها معايا في خلال فتره لعبي وفتره تدريب. يعني احنا اتجوزنا في خلاص بقى قلنا مش هنقول عشان ما نبقاش بتاع من وقت ما اتجوزنا هم قالوا كانت قلقه ان حمدي صافي قدامه سنتين ثلاثه ويبطل وكده. لعبت بعدها 11 سنه لعبت 11 سنه، هي كانت سند ليا وواقفه في ظهري وما زالت الحمد لله. ربنا يخليها لك، وهي فعلا كابتن حمدي غنام حاجه مشرفه وحاجه جميله، وانا فعلا بقولها لك تاني فرحان بيهم جدا. الصوره دي اسره كابتن حمدي صافي، كابتن حمدي غنام وحمزه والجميله ملك نور عفوا، وفي ده يوسف حمدي الصافي. ان شاء الله باذن الله يطلع احسن من حمدي الصافي. يا رب ان شاء الله. تتمنى هذا؟ اكيد طبعا. ماشي ازاي في النادي الاهلي؟ لا ماشي كويس، بيتمرن مع فريق الدرجه الاولى، شارك في بطوله افريقيا اللي قبل اللي فاتت معاهم، اللي فاتت دي ما شاركش بس متواجد معاهم في الدوري والكاس، ماشي بخطى ثابته يعني الحمد لله. وكابتن ميدو الحقيقه مهتم بيه جدا وبيحفزه وبيساعده، وان شاء الله باذن الله يعني هو عنده بطوله العالم في الشهر الجاي مع منتخب مصر للشباب. فباذن الله يعني ربنا يكرمه ويبقى نجم في النادي الاهلي كبير، يحقق انتصارات للنادي الاهلي يا رب باذن الله. كابتن حمدي صافي كولي امر بيشوف ابنه، كولي امر مش مدير فني في النادي الاهلي. ممكن تتكلم مع كابتن ميدو صالحي في حاجه فنيه بالنسبه له ولا سايبه ولاكش دعوه بيه خالص؟ اصل انا بص انا مدير فني وعارف عارف احساس عارف دايما احساس الاب بيغلب مع اي حد بيبقى مع ابنه عاوزه احسن حاجه في الدنيا وعمره ما هي يعني مش هيغلط ابنه او مش هي دايما هيلتمس العذر لابنه، هيجي جنب مع ابنه. مش هيجي طبيعي عفوا على ابنه. طبعا دي طبيعه غريزه بني ادم طبعا مع ابنه وعاوز يساعده عاوز يعمل. فانا دايما بحاول ان انا اتكلم مع يوسف، ما بحاولش ان انا حتى يعني ما بخشلوش تدريب كتير، ماتشاته بتفرج على ماتشاته بس الماتشات المهمه اللي بقدر اتفرج عليها عشان برضه شغلي وكده، بس ما بحاولش طبعا اتدخل في اي حاجه مع كابتن مسلحي ده. انا كل فتره ايه الاخبار عامل معاك ايه اكسر دماغه لو ضايق ميدو مسلحي هتكسر دماغه. طبعا
على طول طبعا. طب لما تيجي تاخده كده في البيت وهو نجم كبير وما شاء الله، خلي بالكوا يوسف حمدي صافي فعلا من اللعيبه اللي ليهم مستقبل ان شاء الله باذن الله، نتمنى له باذن الله يطلع احسن من كابتن حمدي صافي، بس هو فعلا لعيب طالع بسرعه الصاروخ، ربنا يكرمه باذن الله ويستمر في النادي الاهلي. كابتن حمدي لما يشوف غلط فني شوطه ديفنس تقول له ايه جوه البيت، تتكلم معاه وتوريها له. اه طبعا بنتكلم يعني، تقعد بنتكلم لما بروح اتفرج عليه، انت كنت واقف غلط في الكره ديت، الاستقبال اشتغل فيه كده احسن، بنتكلم اكيد طبعا. بتتكلم معاه حمزه؟ حمزه بقى. تشجيع بقى، حماس اكتر. حمزه ما شاء الله برضو هيطلع لعيب كويس قوي، حماسي كمان قوي. هو غير يوسف من ناحيه ايه؟ من ناحيه الحماس يعني، يوسف اهدى شويه. اه يوسف اتقل. اه زي كده، زي بالظبط. ايوه حمزه حماسي شويه. ليه لعيبه الفولي بول في كل على مدار العصور، انا لعيب هاند بول انت عارف طبعا، هيصه كل بتوع الهاند بول ليهم هيصه مختلفه، بتوع الفولي دايما الدنيا عندهم اهدى كتير، اشمعنى؟ بص إيه برضه اقول لك ليه، عشان لعبتنا برضه ما فيهاش احتكاك. اه فبيبقى التشجيع ما فيهاش عنف، فبيبقى التشجيع مع نفسك. بتشجع نفسك، تشجع زميلك، مش عارف ايه، الاحتكاك بتاعكم ده بيخليكم مبارين. شايف ان دي اصعب حاجه في الالعاب الجماعيه الهاندبول؟ اه بس الحقيقه لما أتقلق. بتفرج بشفق عليكم، بالذات في تعليق الكتف وحاجه يعني، لا في حركات ممكن اصابات قويه عشان جدا عشان الملعب ملعبي. وبتكلم في الهاندبول، مين اللعيبه اللي فعلا حمدي صافي كان بيحب يتفرج عليهم في الهاندبول؟ زمان لا طبعا الجيل بتاعنا كله. اه انا عارف انت كنت دايما في الملاعب. هو بس في يعني في حاجه مهمه لازم اقولها، ان كان الاجيال دي زمان كنا احنا لازم نروح نتفرج على كابتن حمدي صافي وميوب صحي وكريم وكل الناس الاجيال اللي قدامنا، وبتوع الباسكت نفس الكلام، كلنا قاعدين في النادي عاملين نلف على الملاعب نتفرج على الماتشات بتاعتنا كلها. قول لي كان بيعجبك مين بصراحه؟ طبعا الجيل بتاعنا كله، سامح ابو وارث واشرف عواد وجوهر، وطبعا انت في حراسه المرمى ما شاء الله عليك. اما فاكر لك بطوله عالم كنت عاملها حكايه الحقيقه. الحمد لله يا رب. و من الزمالك كان في العطار وحسام غريب وايمن صلاح. لا الحقيقه جيل كله فظيع، وكان من سموحه اسر القصبي وفاكر طبعا نفس الجيل بتاع طبعا. لا طبعا الا اسكندريه، حدش يقدر ينسى اسكندريه. لا الحقيقه جيل عظيم. في الباسكت كان مين بتحب تتفرج عليه برضه في الباسكت؟ في الباسكت زمان ولا دلوقتي برضه؟ لا زمان يعني. بص انا في الباسكت زمان يعني زمان قوي كنت بتابع يعني، اتفرجت شويه على ورده وعمر ابو الخير واسكندراني طبعا، وحضرت لهم ماتشات في صاله اسكندريه في بطولات افريقيا. طبعا كابتن سلعوه والكابتن خالد بهيت والاهلي طبعا. ودلوقتي طبعا النجم بتاعنا كابتن طارق الغدام، اخو كابتن حامد الغدام. خلينا نقول لو خرجنا من الرياضه خالص، في عجاله كابتن حمدي صافي بيحب ايه تاني غير الرياضه؟ بيستمتع بايه؟ موسيقى؟ سفر؟ انا بحب الساحل والسباحه قوي. بتحب ده؟ اه بحب النزول البحر قوي. طب لو ما كانش لعيب كبير في الطايره كنت لعبت سباحه؟ اه كنت بحب السباحه جدا والله. كلمه اخيره للاعبات النادي الاهلي قبل بدايه السيزون، تقول لهم ايه عشان نخش والجمهور يتبسط ان شاء الله بالنسبه للعلامه الكامله؟ اللي جاي صعب جدا بالنسبه لكم، لو ما كانش ذهنكم صافي ودماغكم في الكره الطايره هيبقى صعب ان انتم تحافظوا على اللي انتم عملتوه. الجمهور طبعا بيبقى محتاج منكم، ما بيقبلش منكم غير المكسب. فدي ضريبه لازم تضحوا بحاجات كتيره عشان تقدروا تستمروا في المكاسب اللي انتم بتحققوها. كابتن حمدي الصافي بكون والله سعيد وانت معايا. وحاجه مشرفه جدا بالنسبه لي اشوفك ما شاء الله في مكسب البطولات، وان شاء الله دلاب البطولات ناخد الاربعه الجايين نوصل من 16 لرقم 20 باذن الله مع كابتن حمدي الصافي. يا رب ان شاء الله. كل الناس الطيبه ليك يا كابتن، ونورتنا وشرفتنا. شكرا كابتن. في ختام الحلقه فعلا بكون سعيد لما يكون واحد من جيلي متواجد قدامي، لان فعلا زي ما هو قال ان احنا كنا زمان ما كانش عندنا الميديا بالشكل الموجود دلوقتي، لكن هم ما شاء الله عليهم كل الجيل باذن الله نتمنى له كل التوفيق. بتمنى كل المديرين الفنيين في النادي الاهلي التوفيق باذن الله في سيزون جديد 2019 2020 باذن الله. نهايه الحلقه، واشكركم والى اللقاء.